الشيرجي وانا في الحمام. قالوا لي قعدت يوم نص يوم من غير مش عارف اخش الحمام هتجنن. استمتعت والولاد عندي قمة الفرحة لما دخلوا الحمام. لما دخلوا الحمام احنا وصلنا لدرجات مش لاقي حاجة زيهم ب 600 جنيه يعني يوم بقى خلاص يا جماعة بتخلوا مش عارف بسبب المية والنور. صح كده؟ دي أول حاجة فهتشك فيه صح كده؟ أعمل له أنتي بادي هو أنتي ستراكس وتمانين وأعمل له منظار وبيوبس صح كده؟ مش هو إحنا قلناه ولا ثم هو ده برضه مش كفاية حاجة بقى الفاينل امبروفمنت أون بلودنج فيفر وصلت ولا ما وصلتش يبقى إزاي هنشوفها السيليك تشك فيه كريتيريا الأول نعمل له الانتي بادي نعمل منظار نعمل بايوبسي شكلها ماشيه مع سيليا كلها نبدا جلوتين ويزدرول يجيب ريسبونس ما يظبطش ما يظبطش بقى يجيب ريسبونس يبقى عندك فعلا ايه خلاص سيليا سهل الكلام يبقى علاج السيليا ديزيز هو جلوتين ويزدرول ماشي الحال كل الويت والراي والباردي شوت بي اليمنت ده تبقى حاجه او ثانيه بس ده وثانيه عشان ما نقولهاش بس ما علينا قلنا ان دي حاجه صعبه شويه يعني الموضوع مش سهل لان في كثير من الاكلات ذات السويتس والحاجات دي فيها جلوتين جوه الايه؟ قلنا في بلاد بره في الدول المتقدمه عشان المرض ده منتشر مش مرض قليل يعني بيتكتب من بره على المنتج اذا كان فيه جلوتين ولا مش فيه ايه؟ ولا ما فيش فيه جلوتين في بعض السوبر ماركتس الكبيره فيخش كده في بعض السوبر ماركتس في سيكتور كده جلوتين فري دايت زي ما كتبت مثلا عندنا في نظام الاكل الاستراتيجي صح كده اللي هو لو كالوري فعندهم سيكتور كده جلوتين فري دايت يعرف ايه؟ يعرف ياكل مين والحقيقه معايا اول ما عيان بياخد الجلوتين فري بيحصل له ماركت امبروف يعني العيان بيحصل له لو شفته قبل الجلوتين بعدين باسبوع اسبوعين تلاقي شخص ده التدريب ده ما عرفكش هو ظهر بقى خدود وبدا ايه يلعب ويتكلم ويقوم وبتاع قصه مختلفه ايه مختلفه خالص. العيان في اول البتاع خالص من كتر السيفير انتستاينال اتروفي جلسان اتروفي من الانجين انتي بادي انتر اكشن ممكن يبقى عنده ترانزيانت لاكتيز ديفيشنسي صح انا بقول لك دي بتاعت في اللايف فممكن في اول بس العلاج ياخد شويه لاكتوز فري ميلك حاجه ترانزيانت يعني لحد ما ايه ما يريجينيريت لو حاجه سيفير قوي ممكن ابدا شورت كورس ستيرويد مش دايما الاوتوميون ديزيز هيقل شويه الاوتوميونيتي ممكن ابدا شورت كورس ستيرويد في اول بس كده كحاجه ترانزيانت لحد ما العيان ايه يتحسن على الجلوتين فري طيب سهله؟ سهله. زي ما قلت لك انا كلينيكال ريسبونس بيظهر خلال اسبوع والعيانين دول زي ما اتفقنا كده لما يكبروا شويه دول يا ادوليسنس ده قلت لك ولا احسن قلت لك الكلام ده احسن اقول يا شيماء ايه هي طيب يبقى شيماء شفتي انا احسن اقول انت اه ان شاء الله ما علينا احسن فاكر ما قلت لهم خلاص هو مش واقفين عند الايه؟ عند قلت لكم ما حدش فيكم يعني اتكلم معاه ما علينا خلاص اللي بعده اصغر ضيعنا كده ضيعنا اربع دقائق بسببه المهم خلاص نسيت لك جزيز خش بقى على اذر مال ابزوربتيف سيندروم. الحاجات اللي جايه دي معظمها تيجي في الام سي كيو كتير في الام سي كيو كتير. اقل شهره من الحاجات الايه اللي فاتت عندنا اول حاجه اسمها انتستاينال ليمفانجكتيزيا. يعني ايه ليمفانجكتيزيا؟ يعني ابنورمالي دايليتد ليمفاتيك ايه؟ ميسس. فلما تبقى ابزورمال دايليت بتعرف تعمل ابزوربشن الليمف كويس حلو كده يحصل ايه؟ لوس اوف ذا ليمف ماشي الحال والليمف ده معظمه ايه؟ فات وفات سولابل فيتامينز مش كده؟ فدول يبقى عندهم ديفيشنسي محترم في الفات والفات سولابل ايه؟ فيتامينز وكمان الليمف ده فيه خليه معينه كتير في الليمف ده ولا مفيش؟
انهي خليه؟ الليمفوسايت صح؟ يعني دول يظهر لهم الليمفوسايت لوس، يظهر لهم ليمفوسايتوبينيا او ليمفوبينيا من كتر الايه؟ اللوس بتاع الليمف. طب ايه اللي يخلي بني ادم عنده مشكله في الليمفاتكس ابنورمال؟ ممكن تبقى حاجه كونجنيتال، هو عنده مشكله اوريدي في الليمفاتكس ابنورمال، يبدا يتدويك حاجه من الحاجات دي. تعمل عليها كومبريشن، يعني تيومر، ليمفوما، سيرجري حصل لها تروما للناس بعد الحسن يا باشا. هو هل حضرتك ما جيتيش فما تقدرش تعمل ايه تيومر فيها موجوده. فبعد الحسن ان شاء الله. سهل الكلام. كل ده ممكن يعمل ابنورماليتي في الليمفاتكس. خلي بالك هو الليمف ده ليمت بس ولا حاجه ثانيه؟ والله بروتين يعني صح ولا هيلوز الليبيد بالبروتين بتاعه ولا مغطيه؟ مش هيلوز الليبيد بارت بس، فتلاقي عندهم برضه سيجنفكت بروتين لوس وإديما بقري في الجينيكال مانيفستيشن، حاجه اسمها بروتين لوزنج انتروباثي صح ولا لا؟ كل ده موجود في العيال اللي عندهم هذا الموضوع. احنا قلنا قبل كده في الحصه الاول مال ابزوربشن ازاي نشخص بروتين لوزنج انتروباثي، نلاقي في الفستول حاجه اسمها الفا 1 انتريبسس في الفستول. ده بروتين مش دايجستد، لو كل البروتين النازل ده من الليمفاتكس على ما يطلع على بره يبقى دايجستد، داخل ينزل في الستول ولا حاجه، صح ولا ما عدا بروتين واحد اسمه الفا 1 انتي تريبسين، الف في الستول ده يشخص بروتين لوزنج انتروباثي. حاجه صعبه؟ حاجه عظيمه. هل المناظر اللي انا شايفها قدامي دي بسبب انا الصبح لسه ولسه الناس بتعيش من النوم، ولا في حاجه ليها اسباب اخرى لهذه الوجوه؟ صباح الخير. ماشي الحال. الموضوع يعني ايه؟ جو حر احنا عارفين في فرصه جايه ضلمه، يعني فعلا الجو ضلمه. انا مش احنا خلصناه ولا ما خلصناهوش؟ طب نعالج العيال ازاي اللي عندهم مشكله في الليمفاتكس؟ نعالجهم ازاي؟ طبعا لو في سبب اكوارد هنشيله بشوفه مش عارف ايه، مش مشاكل، في حاجه كونجنتال طبعا لازم هاي بروتين دايت صح؟ نعوض البروتين لايه؟ يبفله مش كده ولا ايه؟ وياخد ميديم تشين تراجلسترايد، النفات يبقى ابزوربد عن طريق البورتر بي مش عن طريق الايه؟ النفات يبقى كفايه سولابل فيتامين سبلمنتيشن صح كده؟ وقدر الامكان يقلل خالص اللونج تشين فاتي اسيد ده اللاتري فات، لما يقلله شويه في حاجه لص بقى، ما فيش حاجه ابزوربد اصلا، بيقلل شويه الايه؟ اللص. دكتوره احسان بتقول تدعي ان انا ما قلتلكوش كوزز اوف فيلير اوف جلوتين فري دايت، تدعي كده، ما قلتهاش فعلا؟ انا بقيت واثق فيها خلاص، بقيت واثق فيها، انت بتعمل كده، انا عيان سيلياك، انت مش عنده سيلياك ديزيز. ده موضوع مهم فعلا، وقلت له جلوتين فري دايت. بس هو بيحط سيلياك، وتقدر تحط دايما انتي بايوبسي، انتي بادي، انتي كريتيك، مش عارف ايه، وبدات جلوتين فري دايت والعيان لم يتحسن. ده موضوع مهم، ايه طب قد تكون ما هي الاسباب؟ قد تكون ما هي الاسباب؟ حد يفكر معايا كده ما تناموش النومه اللي فظيعه دي، ان في حاجات سهله. في حاجات سهله، في حاجتين سهلين خالص، في حاجتين صعبين. صح دي اهم حاجه وعلى فكره دي اشهر حاجه غصب عنه، قد يكون نون كومبلاينس غصب عنه هو مش عارف. ان في حاجات تقول لك تبان هيدن اول سبب واشهر حاجه هو ما بيبقاش عليه ستريكت. اما بياكل حاجات عيش وبتاع من ورا مامته او من ورا الدكتور، او هو مش عارف ان في بياكل بسكويت مثلا، بسكويت ده مليان جلوتين، هو مش عارف بقى ان ده ايه فري. فده اول حاجه نون كومبلاينس اشهر سبب. صح دي ما شاء الله عليك. ايه بقى حاجه الكومن اسوشيتد معاه؟ كاون ميلك الرجي. اسوشيتد كاون ميلك الرجي. ده ممكن يكون اسوشيتد كاون ميلك الرجي. صح. الواحده الثالثه اسهل من دول. صح فورس دايجنوز بس غلط. هو مش سيليك اصلا. هو مش سيليك. يبقى اول حاجه خالص يكون نون كومبلاينس، ثاني حاجه فورس دايجنوزز، تاني حاجه اسوشيتد كاون ميلك الرجي انا ما اتحسنش. وزي ما قلنا حصل الافكت الجوي الارجي شبيه خالص كلينيكالي والبايوبسي كمان صح شبه بعض كلينيكالي وبايوبسي يمكن طبعا الانتي بادي بيبقى له الموضوع بس في قد يكون كومن اسوشيشن بيكون فعلا يبقى يتلخبط وقلنا فورس دايجنوزس والحاجه الرابعه ان يكون العيان ده عنده اي جي اي ديفيشنسي صح فعامل له بكتيريال اوفر جروس على طول عنده لسه انتستاين مانيفستيشن وصلت ولا قلت تاني الاي جي اي ديفيشنسي فيري كومن اسوشيشن مع سيليك ديزيز فانا طبعا ما دورتش عليه زيد تعمل اي جي اي ليفل فعنده اي جي اي ديفيشنس عامله بكتيريا اوفر جروس فعامل مال ابدوكشن و
هو ما بيسميه ابنه ما يستيش وصلت ولا ما وصلتش. لو بقى عايز افكر فيهم اصلا ده مش سيليم ارجع نفسي تاني ليكون في كوميك على شيء. بس قبل ما اعمل دول اتاكد ان العين فعلا بياخد الايه ستريكت جلوتين فري دايت ان اي كميه قليله فتؤدي الى انسان واعمل اي جي ليفل يكون في اي جي ليفل مش سهل الكلام ده. ده موضوع مهم هو كوز اوفيليا اوف جلوتين فري دايت سهله في مشكله كده اي خدمه مش مهم مش الحاج يلا يبقى خلصنا. احنا بنتكلم على الاذر ماش ابزوربتيف لا ديز اوردر. قلنا ان الستايم الفانجكتيزيا في حاجه ثانيه في عندنا حاجه اسمها مايكرو فيلس انكلوجن ديزيز. هتبقى واحده من دول ام سي كيو طبعا ما تروحش منها الام سي كيو. مايكرو فيلس ولا اهميه ثانيه كمان الحته اللي جايه دي ان في سؤال جه قبل كده اللي هو مال ابزوربشن في نيوميتال جيني. نيوميتال مال ابزوربشن خلي بالك ما هم الحاجات دي دلوقتي اهميه الموضوع ما تقوليش هذاكر حاجه كبيره بس في اشاعه طالعه من الناس معرفش ايه اللي مين مطلعها ان طالب الماجستير يعني احنا هنذاكر الحاجات الايه؟ المهمه واساسيه الامتحانات. سمعتها من كذا حد قبل كده سهل الكلام؟ لا لا نعم؟ هو ده اللي هو ده اللي بيحصل عشان كده النتيجه بتطلع زي السد يعني ما هو ده اللي بيحصل يوجوالي بيطلع وحشه بس انت شايفها وحشه ليه؟ لا كبير قوي ما تبقاش خاصه ده مش صح والله ما انا عامل ايه طيب؟ ما علينا هو جه سؤال قبل كده اي سي مال ابلوشن في النيونيت طب هيتجاوبيه ازاي طيب؟ هي عايز صغننه كلها مفيش حاجه كبيره خالص يعني الاذان كبيره مش موجوده لا في سيلياك موجود ولا في مش عارف ايه موجود كلها اذان صغيره في النيونيت سهل الكلام. فهي واحده منهم اسمها مايكرو فيلس انكلوجن ديزيز او كونجينيتال مايكرو فيلس اتروفي ده العيان دي من ضمنهم احنا في الاخر يا بس يعني بقول لك ايه هذا مشهورة ده عيل عنده الكريبت والفيلار صغيرين يعني الناس نفسها بص على النيك ده عيل كده حجمها كويس مش كونجيتال شورت باور ولا حاجه غنيه كده لا طولا كويس فده مسكوب بقى الاقي السيرفس اريا جوه ايه صغيره خالص الفيلار صغيره والكريبت ايه صغيره فيجي العيل ده سيس بيرس تقريبا سيفير انتراكتبل ووتر ايه ووتر انبايرنج زي الكلام وده اوتوزوم مدرسيز زي ما احنا قلنا فاخد البايوبس وده علاجه طبعا ده من الامراض البايخه علاجه بقى تي بي ان ان شاء الله تي بي ان الى ان شاء الله لحد بيكبر شويه يمكن اقدر اعمل له ويننج من الايه من التي بي ان اقعد اقلل وازود اورال فيدنج حسب ربنا يكرمه ممكن اعمل ابيديرمال جروس فاكتور ريموت بريست ساعات يجيب نتائج في بعض العيال وممكن اعمل بقى ترانسبلانتيشن لو كل حاجه فشلت حد قريبه باباه امه سهلة سهلة فده موضوع أهميته إن إم سي كيو والأهمية الثانية اللي هو النيونيتال مال أبزوربشن أو قد يمكن يجي فينا سؤال أعم من ده مال أبزوربشن نيونيتال دايرين لا أعم بقى دي من ضمنهم خلي بالك وجاي بعد شوية يا جماعة بعد شوية ما تقلقوش ده سؤال شائع ومتكرر انتركت ابو الدايرية حاجة ودايرية حاجة انتركت ابو الدايرية ده دايرية مش سبوتك للتريتمنت لكن ميتا الدايرية دايرية في النيونيت اصل انت حاجه في الدايرية ولا مشهوره فيه؟ مش مشهوره يعني ما اقول لك دايرية لازم يكون فيها اسباب افكر فيها صح ولا لا؟ اجي بعد شويه يقول لك يعني ايه؟ يكون السؤال اعلى كمان مال ابزوربشن ميتا الدايرية سؤال اكبر اللي بعديه اوتو اميون انتروبات اوتو اميون انتروبات هو ده مرض لا غير مفيد قال لك اوتو اميون يعني عيل عنده كده مال ابزوربشن وعنده كرونيك دايريا وعمل بايبس بتاع الجي انتستين بايظه ولو عنده اكسترا انتستاينال مانيفستيشن قال لك ادام مرض كده ايه في اورجان واكسترا اورجان افكشن يبقى نمشيها ايه؟ نمشيها اوتو اميون ولقوا في 50% من العيال انتي انتيروسايت انتي بادي يعني انتي انتي بادي اجينست الايه؟ الانتستاينال سيل فقال لك خلاص يبقى شكلها ايه؟ اوتو اميون ده دايجنوز بتشك فيه لما تنفي كل حاجه يقول لك خلاص كده بقى اوتو اميون صح مش دي حاجه في الاول يعني طلع كل حاجه مشهوره ومشهوره ومشهوره ما ديش حاجه خالص يقول خلاص بقى هو اوتو اميون تروب سهل الكلام ده الحاجه اللي هي الايه اللي مالوش تشخيص ما عليه ايه عليه اوتو اميون على فكره المرض ده شائع بعد سن 6 شهور بعد سن ايه 6 شهور يبقى خلي بالك ايه بعد 6 شهور وفي اكسترا ستاين مانيفستيشن بتشوف الاول في ايه؟ في سيليا طبعا مرض جاي بعد الوين بعد 6 شهور وفي اكسترا انتستاينال
اول حاجه اشك فيها ايه؟ سيزر. قلنا البيوبسي مش كونكلوز 100%، فممكن ايه؟ تقول لك ان تمشي سيزر لو حد مش حريف قوي، تبدا تعمل جلوتين فري دايت ما يحصلش ايه؟ ريسبونس. صح كده؟ فهنا فورس دايجنوز، اربع اذر ايه؟ دايجنوز. ده بيتعالج بالكورتيزون. سهل الكلام كده؟ سهل الكلام. اللي بعديه اسمه تافتنج انتروباسي. تافتنج انتروباسي. او ستايلال ابيثيليال ديسبليزيا. الابيثيليا بتاع الانتستين ديسبلاستيك ابنورمال، فيعمل تحت الميكروسكوب منظر اسمه طف. انا كده هو طف في الجراف بتاعه، هو تحت الميكروسكوب الابيثيليا شكله عامل كده سموث كده. حاجه سموث ومفيش فيها حاجه وديه انا عامل الابيثيليا طف. طف يعني زي الشجر الصغير. الطف كده ايه؟ لما دي بتشخص بيها الموضوع ده من فوق. ابنورمال ابيثيليال كورليشن. بعدين بقى الكلام ده برضه بيجي في اليونين، بيجي اول اسبوع من العمر، برضه في سيفير ووتر دايريه، فبيتشخص في نيبالوس. سهل العلاج نفس العلاج اللي فوق، برضه تي بي ام، ابيديرمال جروس فاكتور، وفات راس بلاكيشن، لو الدنيا ايه بايظه خالص. سهل الكلام. اندوكراين نوتر مش مهم، التروبيكال سترو مش مهم، هورمون مش مهم. يلا يا عم. حاجه نادره جدا ان انا اقول ايه؟ في صفحه حاجه يعني فيري ريت. لا هو كده بس دورك طبعا حاجه في ذاكريها اهو. يلا يا عم عيش حياتك ربنا يسكتك. علمك يا علمك طبعا هتبقى كده في المذاكره. ليه على نفسك كده؟ انا هتبقى كده في المذاكره على الصفحه دي. كلمه عامله جدول مثلا النهارده خلص 10 صفحات النهارده، الصفحه خلصت احمدك يا رب تلاقي الدنيا تبقى نفسيا جدا ان حاجه المفروض احط حاجه مهمه عشان انت بتذاكر. المهم. يعني ايه سبيسيفيك؟ يعني لو احنا قلناها عشان مش موجوده. حفظناها. حاجة دي مش الحاجة. يلا يا شباب. سبيسيفيك انزايم ديفيشنسي. انتيرو كاينيز ديفيشنسي. حد فاكر انتيرو كاينيز ده؟ كان بيعمل ايه؟ كان بيعمل سيميشن كان بيعمل تريبسينوجين، لا تريبسين، كان بيكسر الايه؟ بروتين، صح ولا لا؟ يبقى اذا هذا المرض مينلي بروتين مال ابزوربشن، صح ولا لا؟ ما فيش تريبسن اكتيفيتي موجود جوه الانتستين، فمفيش بروتين دايجيشن، فبالتالي مفيش بروتين ابزوربشن. اتوقع المين كلينيكال بريزنتيشن هتبقى دي وهاي بروتينين، صح ولا لا؟ هي دي المين كلينيكال بريزنتيشن. فده هيجي بجرايز ايديما، انت بتفكر في جرايز ايديما. اول حاجه معمله سيرم قلبه، قاعد من غير صحه، ايه انا جرايز ايديما سيرم قلبه كده وقاليه ايه؟ واطي. الجرعان ده ايه؟ ما بياكلوش، ما بيصنعوش، يبقى افقده صح ولا لا؟ الاقي دايفتيك هيستوري كويس، والليفر فانكشن كويسه، يعني بيصنعوا مفيش في حاجه خالص، ده افقده يا في اليورين يا في الايه؟ يا في الاستور، عنده زيارية، بعمل تحليل بول، ما لاقيش جلوتينوري، يبقى هو ايه؟ عنده مشكله في الشاي او ما ينفعش الشيشه، حد عايز عارف عايز شيشه حضرتك، عارف حضرتك كنتين من بيت من حد حكاها؟ اسكندريه او ثاني مرات انتوا قاعد مثلا بتتفرج على اي فيلم مهتم جدا شاي قهوه كذا وماسك معاه يافطه كبيره كده محل متنقل اساسا ولب ايه ده؟ والله ما علينا خلاص مشكله يا جماعه دي هنسامحها زي ما اتفقنا حضرتك هتكون مين يعني؟ في جايك في الدرس هنا عامل لي مشاكل المهم ف فالواد ده انا هيبقى مين اللي جاي ببروتين لوزك انتروباسي وبروتين مال ابزوربشن ده بنشخصه ازاي؟ بدل عنده بروتين مين؟ بروتين مين؟ واعمل يونان اسمنت فالواد ده تريبسن ايه؟ عالي خالص صح ومن بعد البروتين تريبسن ايه؟ ده تريبسن ايه؟ مفيش صح؟ هم يديله كاينيز انزايم تريبسن ايه؟ يعني وصلت ولا اقول تاني؟ بروتين مين؟ واعمل يونان اسمنت دي حاجه سهله لان دي حاجه مش صعبه رايت هو دخل حد اليونين وعمل منها اسمنت ايش فيها التريبس هي ايه؟ مش موجود صح ولا لا؟ ام انا في الرايت بنعمل انتيرو كاينيز انزايم وبعد ساعه اعمل بيها اسبرين تاني الاقي تريبس ايه؟ عيني يبقى كده مش التريبس مش البنكرياس في الانتيرو ايه؟ كاينيز وصلت ولا ما وصلتش؟ سهله؟ سهله اللي بعديها لاكتيز ديفيشنسي قلناها في الانبورن ايرور بالتفصيل صح ولا لا؟ قلنا في الانبورن ايرور بالتفصيل ايه؟ يلا يا عم هسه اللي بعديه سكريز ايزومالتيز ديفيشنسي ده مهم هو الجين اللي بيعملهم واحد
فما يبوظوا الاثنين يبوظوا مع بعض. الايزومالتيز ده كان بيساعد هضم الستارش والكربوهيدرات. بس ما هواش له اهميه كبرى، في انزيمز اخرى كتير بتهضم الايه؟ الكربوهيدرات. عشان كده ايزومالتيز ديفيشنسي هاز نو كلينيكال مانيفستيشن، هاز نو ان هو بيساعد بيكسر شويه برانشات ممكن تكسرها باذر انزيمز بتاعت اللي هي الاميليز بتاعت الايه؟ السلايفا والبنكرياس. لكن السكريز ديفيشنسي مشكله، صح؟ ان بعد ما نهضم الكربوهيدرات الكون عندنا ايه؟ سكروز ولاكتوز ومالتوز، كل واحد عايز ايه؟ انزيم بتاعه، فلما يتكون سكروز لن يهضم السكريز، صح ولا لا؟ يعمل لك اوزموتيك دايري، ينزل في الاسطول يشد ميه ويعمل اوزموتيك ايه؟ دايري، صح ولا لا؟ وتحول لسكريك اسيد يعمل اسيتيك دايري وباتوك اكسبوريشن. سهل الكلام كده؟ في حاجه صعبه؟ الواد ده يوجوالي هيجي بريزنت امتى؟ فاني سن وبعد مين؟ بعد ما هو بيحطوا سكر على ايه؟ على الابواب اي وقت، في الام من ساعه ما اتولد بيديله نعناع بالايه؟ بالامهات كده بالسكر، هي له اعراض صح ولا لا؟ يبقى هيظهر الاعراض لما يبدا يحط سكر بتاع الاكل ده، حط سكر الاكل وسكر الضوء حطه او سكر الايه؟ الاسره حاجه من الحاجات صح ولا هو ده اللي يعمل ايه؟ يعمل اعراض. سهل الكلام كده؟ طيب عايز اشخصه بقى، افتكروا معايا كده الاستات بتاعت الكربوهيدرات ما لابزوش، فاكرين؟ بي اتش ليه اسيدك، وخلاص يا باشا اختم ده كربوهيدرات ايه ما لابزوش. اروح اعمل بقى ريديوسنج سابستنس بستول اللي هي نيجاتيف، ان السكروز مش ريديوس سابستنس، بس انا متاكد ان هو كربوهيدرات ده اسيدك دايريا، انا شاك قوي يعني شاك قوي، اقوم حاطط اتش سي ال على الستول، يكسر السكروز الى جلوكوز وفراكتوز الاثنين ريديوسنج، قوم حاطط بقى القرص الاقي ايه؟ كله اتغير، الاقي فيه بوزيتيف ريديوسنج سبسنس ريستور افتر اتش سي ال اديشن، ده يشخص سكروز على طول، صح ولا لا؟ وصلت ولا لا؟ وده علاجه سهل، ناخد سكر، لو عايز احط سكر احط بقى السكريات الثانيه بتاعت الايه؟ اللي هي المحليات اللي بتلاقي السكر والفراكتوز والحاجات دي وخلاص، وصلت ولا ما وصلتش؟ فلحد ما يعني علاجه ده ايه؟ ميسور، حاجه عظيمه جدا. بيكسر السكروز، بيكسره السكروز ده عباره عن ايه؟ جلوكوز وفركتوز. التنين ريديوسي. سهل الكلام؟ سهل. دي حاجة ممتازة جدا. كويس. كل اللي فات ده كان مشاكل في الدايجيشن. دلوقتي في الآخر مشاكل في الأبزوربشن، صح ولا لأ؟ هذه اللي جاية دي مشكلة في الأبزوربشن، يعني الدايجيشن حصل خلاص، بس إيفن بعد ما حصل كومبليت دايجيشن مش عارفين نعمل إيه؟ أبزوربشن. زي إيه؟ عندنا حاجة اسمها جلوكوز جالاكتوز مال أبزوربشن. لو انتوا فاكرين في اول حصه زمان انا قلنا ازاي بعد ما كسر الكربوهيدرات كله كان حول الى ايه؟ جلوكوز وجالاكتوز وفراكتوز، صح كده؟ قلنا الكلام ده، قلنا الفراكتوز ده باسيف ديفيوجن مش محتاج ترانسبورتر اصلا، هو بيخش لوحده كده، انما الجلوكوز والجالاكتوز اكتفلي ترانسبورت ثرو ا سنجل ترانسبورتر، هو بايس ماشي جلوكوز ولا جالاكتوز ابسوش، صح ولا لا؟ يعمل برضه سيفير وطريق اسيتيك دايريا وديهايدريشن وكل حاجه. طبعا ده يجي بدري خالص مش كده؟ او كونجينيت صح ولا لا؟ يجي بدري برضه في الجيت بيريود. وده علاجه اديله فراكتوز بيزد فورمولا. بس خش بقى اي حاجه ثانيه نحاول بقى نقول فراكتوز. فراكتوز بيزد حاجه واحده تعرف يعملها ابزوربشن هي الفراكتوز. تاخد فراكتوز بيزد فورمولا. وصلت ولا ما وصلتش؟ سهل الكلام. اللي بعديه يا باشا ده مهم خالص 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 خالص. كذا اقول لك ان هو بيجي في الام سي كيو اصطدم، لازم يبقى الام سي كيو في البتاع ده. ابيتا لايبو بروتين، مهم جدا، هو مشهور جدا. ابيتا لايبو بروتين. ايه ابيتا لايبو بروتين يا جماعه؟ اسمه ده لطيف خالص، باسن كرونز فيكس برو، ما علينا يعني المهم، سيبك من الكلام البارد ده. ده عيل ما عندوش البروتين كومبوننت اوف لايبو بروتين. كما اتفقنا عشان يحصل ابزوربشن ليبيد يبقى في ليبيد كودد ببروتين، صح ولا لا؟ عشان يعمل كايلومايكرو يبقى ابزوربد، هو ما عندوش بهذا بروتين كومبون، صح كده؟ يبقى مش هيقدر يعمل ليبيد ابزوربشن، صح ولا لا؟ مش هيقدر، صح ولا لا؟ مش هيقدر يعمل ليبيد ابزوربشن. العيل ده هيبقى عنده اصلا لايبو بروتين، يعني لما يجي يعمل كايلومايكرو ليبيد كده في البلاد ليه موجود؟ لما اجي اعمل ال دي ال او في ال دي ال او ايش كده موجودين
خالص صح ولا لا؟ ان ديتكتبل او فيري لو ليفل اوف لايت بروتينز وصلت في السيرم. لو عملت سباينال بايوبسي هنا مليانه ليفل صح ولا لا؟ مليانه مش عارف يبقى ايه؟ يبقى ابزور وصلت ولا ما وصلتش؟ اسمها ابيتا لايت بروتين. المرض ده مهم كمان في حاجه ان هو كان بي سسبكتد ايزلي من السي بي سي. هم عارفينش كده عشان كده بيحبوا جوه قوي السؤال ده اللي بيكتبوه. لان هذا البروتين الديفيشنت امبورتنت كومبوننت اوف ذا سيل ممبرين اوف ذا ار بي سي. حاجه مالهاش دعوه بالموضوع بقى، حاجه مالهاش دعوه بالموضوع. هذا البروتين اللي ناقص اللي بيكون اللايت بروتين والكايرو مايكرون هو اصلا مركب رئيسي في سيل ممبرين. فلما يبوظ يحصل سيل ممبرين ديس اوردر اسمه اكانثوسايتوسيس. مهم خالص. خلي بالك اتفقنا ان المشكله الرئيسيه عندنا ليميت مش كده؟ وسيفير ديفيشنس مش ليميت ابزوربشن خالص. وقلنا الليميت ده معاه الفات سولبل فايتر عندهم سيفير ديفيشنس وده فات سولبل ايه؟ فايتامينز. الموضوع ده بدري خالص مش كده؟ يعني انهرت كده يعني بدري خالص. يعني عندهم ادي ديفيشنسي من بدري خالص. حد يفكرني كده الاي ديفيشنسي بيعمل ايه؟ فايتامين ده كان مهم عشان عشان يدوس مبرين صح ولا لا؟ يبقى عندهم رابر سكيلز يدوس بوتس دايموند برينز اندرجراوند انفكشن عشان صح. والدي يبقى عندهم ريكت صح كده. والكي يبقى عندهم ايه؟ صح كده. والدي بقى والاهم منها ان هو عنده فيتامين ديفيشنسي من بدري خالص ولسه البرين بيديفلوب. فعندهم بروجريسيف نيورو ديفلوبمنتال ريجريشن. مهم خالص الفيتامين اي ديفيشنسي مهم جدا عشان البرين ولا قد كده حاصل بدري. فده دي حاجه مهمه. ليه بقول الكلام ده مهم؟ لان ممكن اعمل حاجه للعيال، ممكن اعمل حاجه للعيال كده دلوقتي اعمل دايجنوزس. لو انت عايز تقول فيتامين اي بكميه كبيره اي ارست ذا نيورو ديفلوبمنتال ريجريشن. حاجه كويس؟ صح. يبقى انا عملت حاجه لهؤلاء دي الاطفال ودايجنوز قلنا سهل من خلال السي بي سي اشك فيه سهل. تجاه البشر زي اي بلد بتروح دايريا وخلاص صح كده؟ فخلي بالك في علاجه الواد ده ان انا بدي كميه هائله من الادك الاي والدي والاي والكي وبقلل الدايتري فات وادي معظمه ميديم شيت راي سهله كويس. يا جماعه ركز معايا في الحته اللي جايه دي بايخه سنه. هو المرض ده المود اوف انهيرتنس بتاعه ايه؟ زوما ريسيس صح كده؟ تمام. يعني ايه وتظن يعني ايه اوتوزوما ريسيسيف؟ صح كده؟ يعني الاب والام كارير صح تمام. تعالى نوصله يعني الاب والام كارير تجيبوا عيل ايه؟ افكتد صح كده؟ يعني ايه كارير؟ يعني ايه كارير؟ تمام. يعني فري كلينيكالي بس شايل الجين صح؟ يعني الاب والام لو جبناهم واسلامهم اللايف والبروتين هيبقى نورمال صح ولا لا؟ ما عندوش مشكله كده يبقى كلينيكال ولابوراتوري نورمال بس عنده شيء صح كده؟ حاجه صعبه يبقى عنده ابوه وامه اللايف بروتين ليفل بتاعهم نورمال صح حاجه صعبه. احنا عندنا مرض تاني اسمه هايبو بيتا لايف بروتينين مش ابيتا. ابيتا يعني ايه؟ مفيش خالص. لكن هايبو بيتا لايف بروتينين يعني قليل شويه. المرض ده اوتوزومال دوميننت. يعني ايه دوميننت؟ يعني الجين اللي موجود هيظهر. فلو حد عنده الجين هيبقى عنده اللايف بروتين ليفل ايه؟ قليل صح كده؟ طيب لو عايز اوتوزومال دوميننت بس هيتيروزايتس يا مسهل يا رب. هيتيروزايتس يعني عنده جين سليم وجين مضروب صح كده؟ هيبقى الجين المضروب هيخلي اللايف بروتين ليفل قليل شويه والجين السليم هيطلع شويه لايف بروتين.
فالمحصلة النهائية إن الشخص ده عنده اللايف بروتين ليفل قليل شوية. في معظم هؤلاء الأشخاص هذا الليفل القليل غير كافي لإحداث كلينيكال مانيفستيشن. طيب هو أظن دومينانت بس لاب مانيفستيشن مش كلينيكال مانيفستيشن. يعني الجين مانيفستنج لابوراتوري وليس كلينيكال. هو طريق ولا قلت تاني؟ ماشي حاجة صعبة كده؟ فعيل هو ماشي وما حدش مش بيتكلم بحاجة، حاجة صعبة؟ قوم بقى الأخضر يا مؤمن تلبسه في واحدة يديله زي بس كمان. برضه مش ما عندهاش حاجة صح ولا لا؟ وزي الفل ما تعرفش إن عندها الفايت بروتين ليفل إيه؟ قليل. فالأب هو كده والأم هي كده. عايز ده هو الجين اللي أفكت. صح كده؟ ما مش عارفين حاجة خالص. طب يا أختي يتجوزوا. يا أختي يجيبوا عيال يكابتن يكابتن. هما هنسميهم هومو زايجوس هايبو بيتا لايبو بروتينين. ده الجين ده كله يعمل قليل. والجين ده كله يعمل قليل. فالمحصلة النهائية هو إيه؟ قليل خالص. فيبقى عنده كلينيكال مانيفستيشن شبه الاي بيتا لايبو بروتينين. الفرق الوحيد بينهما ان هم عندهم لايبو بروتين ليفل قليل. الاي بيتا كان ابوهم اللايبو بروتين ليفل نورمال. حد فاهم حاجه؟ وصلت ولا قلت ايه؟ ده مرض اسمه هومو زايجوس هايبو بيتا لايبو بروتين. سهل. حاجه عظيمه كده. اللي بعديه اسمه كايلو مايكرون ريتينشن ديزيز. ده عنده ليبت كويس وبيتا لايبو بروتين كويس ونزلوا بعض وعملوا كايلو مايكرون. والكايلو مايكرون دخل جوه الانتستين بس الانتستين مش عارف تطلعه من الليمفاتكس. سهل الكلام كده؟ يبقى كلينيكالي شبه اللي فوق بس الدنيا مايلدر شويه. يعني حاجه اتكونت وممكن يعني حبه يطلعوا حبه ايه يقعدوا ونفس الكلام بيتشخص بيه ويوكسي الاقي الانتست مليانه كايلو مايكرون والاقي ليفل في السيرم ايه قليل وده اخف شويه من اللي فاتوا والثلاثه اللي فاتوا كلهم علاجهم فات فلوبل فيتامينز وريستريكشن اوف دايت دي فات جين فاتي اسيد. حاجه صعبه عندنا شويه مشكله كده في الامينو اسيد ابزوربشن سيستينوريا خدناها قبل كده هارت لانج ديزيز خدناها قبل كده كل ده مشكله في الترانسبورت بتاع سيرت الامينو اسيد ثرو الانتستين ورينا الجنكوز صح؟ هدف الامبورت ايرور راجع الامبورت ايرور ما شاء الله عايزين نراجع الامبورت ايرور قريب بس الامبورت ايرور عشان ايه؟ الموضوع كده هيضيع عشان الكارديولوجي اهو النهارده في خمس ايام كارديولوجي جامدين قالوهم صح كلهم خدوا جايزه خمسه اللي عشان هم اسئله صعبه بجد العيال الخمسه هياخدوا جايزه ان شاء الله بعد الحصه ولحد جاي في سؤال اسم ان شاء الله يلا بي 12 مال ابوزون حاجه اسمها جوفينايل فيرشس انيميا كمان في الهيماتولوجي درانس كوبالامين تو ديفيشنسي خدناها في ما خدناش في حته بس درانس كوبالامين تو اللي هو بين البي 12 فلو مش موجود هي بي 12 مال ابوزون امرسلاند سندروم ده سبيسيفيك انفكت في البي 12 ترانسبورتر في الترنا ايجا اسمه امرسلاند سندروم يعني البي 12 مش له ريسبتور الترنا ايجا مش موجود بس اسمه كان نفس الكلام هيعمل ميجال بلاستيك انيميا بي 12 ديفيشنسي بس الترنا ايليا بروبلم اللي الفيرست انيميا دي حاجه في التراسي فاكتور والستومر مش في الترنا ايليا ماشي حلو ولا بكلم الكلام صعب؟ في ريسبتور الترنا ايليا بس كده فازاي الفرق بين البريشس انيميا وبين هي ميجال بلاستيك انيميا مشكله في الابزوربشن في الانتيك يعني فرقهم ازاي؟ بعد ما تشيلنج تيست صح كده ما شاء الله انا كان متقلبها مع سيلينج لا مش طول عمرك هنضحك على بعض لا يعني ده التكس كده هتفك تاني دول طول عمري متقلبها ما عليك مش لازم تقلب في العلم انت تقلب في حاجات تانية مالي ده حاجات تانية دكتورة انا مالي انا كمية تقلب في العلم انا مالي مالي حاجات انا ان شاء الله بره الدرس ربنا يوفقك انا مالي الله ما علينا اللي بعده اسمها كلورايد يوزنج دايركت ربنا يوفقها ربنا يوفقها كلورايد يوزنج دايركت هنلاقي قبل كده فين؟ كلورايد ايوه كوز اوف غلط كلورايد ريسبونس كوز اوف
ايوه كلورايد ريسبونسيف ميتابوليك الكالوز، صح كده؟ ده مش احنا يعني قلنا قبل كده انها عندنا ترانسبورتر يدخل بايكار جوه الانتستين وكلورايد في الدم عشان يخلي سباينال سكريشن الكالوز، صح كده؟ ترانسبورتر اهو بيرمي بايكار جوه الانتستين وكلورايد في الدم. هذا الترانسبورتر فايروس فينتج عنه ايه؟ البكتيريا بيفضل في الدم والكلورايد في الانتستين، الكلورايد ياخد ميه وينزل يعمل سيفير بودري دايريا، والبكتيريا اللي جوه يعمل ميتابوليك ايه؟ انتروفيس. فلما في حاجه عنده دايريا وطبعا ده روتين عنده بلجيس، اي حاجه عنده دايريا وهي غالبا سيفير بديها غالبا حاجه سيفير يعني. اما البلجيس ده جلوس شخص طبعا. مفيش دايريا بتعمل جلوس غير ده. مفيش دايريا تعمل ميتابوليك الجلوس غير ايه؟ ده كله ده بيعمل اسيدوس، صح ولا لا؟ فطبعا هو مش 100% ده جنوس، فاجي اعمل بقى كلورايد كونتنت في السوبر ايه؟ عالي خالص، بدي خلاص بقى ايه خلص كلورايد كونتنت في دي حاجه سهله بتتعمل، مش حاجه مستحيله، حاجه بتتعمل بسهوله كلورايد كونتنت في السوبر، دي حاجه عظيمه جدا. اسمها كلورايد لوزنج دايريا. في حاجه صعبه؟ ده يجي امتى ده؟ برضه بات ان يوني ادي بات صح اللي بعديه كونجينيتال صوديوم دايريا نفس الفكره في ترانسبورتر تاني بس بينقل صوديوم كيجو هيدروجين الهيدروجين جوه صوديوم بره الدم فلما يبوظ يفضل جوه هيدروجين يفضل ايه؟ يفضل بره صوديوم هي في الميه بينزل يعمل ايه؟ دايريا والهيدروجين يعمل ميتابوليك اسيدوز يبقى عندهم برضه سيفير ووتر دايريا سينسينيوميتا فيروس اسمها ميتابوليك ايه؟ اسمها كونجينيتال صوديوم دايريا. دي حاجه صعبه؟ دي حاجه عظيمه جدا جدا. قال عندهم فيتامين دي بروبلم، يبقى عندهم كالسيوم مال ابزوربشن، ماشي. انا بتكلم في حاجه مال ابزوربشن بس غير مال دايجيشن. حاجه اسمها برايمري هايبو ماجنيزيميا، عندهم ايزوليتد ديفكت في المغنيزيوم ابزوربشن. في العيب هايبو ماجنيزيميا بدري وتنتهي، صح ولا لا؟ بدري خالص. في حاجة اسمها اكرو درماتيتس انتيرو بارسيكا، دي ايزوليتد زنك مال ابزوربشن، خدناها في الانتروجين بالتفصيل، مرض مهم جدا له علاج. في حاجة اسمها مينك سندروم، اخدوا بالتفصيل اكتر في النيورو، ده انهيريتد كبر مال ابزوربشن، كبر بس مش ابزوربشن، بيعمل بروجريسيف نيورو ديفلوبمنتال ريجريشن ومايسي جدا للشعر، الكبر جدا للشعر، شعر بقى ابيض خالص، حتى اسمه التاني كينكي هير ديزيز. شعر مقصف خالص وابيض، مميز شعره مميز جدا، خدوا بالتفصيل في النيور وموضوع مهم وله علاج. في باي اسيد مال ابزوربشن، عندي مشكله في التينا هيليوم او حاجه كونجنتال، في بعض الادويه ممكن تبوظ الانتستين زي الميثوتريكسيت زي السلفاسترازين يهدي الفوليك اسيد وده ممكن يعمل مال ابزوربشن. سهله؟ دي حاجه عظيمه جدا جدا. كويس قوي. امتع برانش بس هو حاجه برانش النيورو خلاص امسك كده الصبح كده مضايقين على الصبح لا النيورو ممتع يلا عندنا موضوع كده ان شاء الله مش هتحس ان في كلام معظمه تجميع يعني بس في كام كلمه كده مهمه دايريا دايريا يعني هنعمل الدنيا كلها دايريا بس هنعمل ايه بقى؟ اول حاجه عندك جزء دايريا في النيورين ده موضوع مهم بس مشهوره ومتكرره. جهاز رئيسي قبل كده يعني انت مالك دورش خلي بالك ده موضوع مهم. دايريا في اليونين ايه الاسباب؟ ممكن يبقى اوفر فيدنج اشهر حاجه على فكره اوفر فيدنج هم ايه؟ بترضعوا مرات على مرات ترضعوا الواد يعني ايه بيرضع بينزل اوفر فيدنج تلاقي لك كده تعرف ان الواد زي الفل هيلسي بس ايه حاجه تبدا في الغمض كده وزنه 5 كيلو عمره شهر يقول لك ايه انا شهر تاني ما بياكلش فانا تعرف ان ده اوفر فيدنج دايريا او الحاجه الثانيه انفكشن سواء فايرال او بكتيريا يعني انفكشن مش شائع تعمل دايريا في اليونس ممكن بس من حاجه شائعه في اليونس اللي هي جاسترو انترايتس يعني ما
بس احنا مش عليها جاستروبريس على فكره. صح؟ معناها سيبسس صح كده؟ ولوكالايزد في جي اي تي. يبقى عامله انفكشن خالص ده يبقى سيبتيك وحالته ايه؟ بي سي ار بي عالي وبلجن كونديشن وامور ضايع وساك ضايع والحاجات دي كلها. ويبقى خلاص ده يبقى ايه؟ انفكشن. في حاجات بقى ثانيه الجو ميلتي قلش صح؟ ضعف الدايجنوز على مضايرين نكروتايزنج انتيروكولايز ادي في ديزيز بنيه الدايرين. في بقى حاجات بقى اللي هي مال ابزوربشن يعني استخدمها دلوقتي جلوكوز جلاكتوز مال ابزوربشن صح؟ هي في نيوت صح ولا لا؟ الكلورايد دايريه مش كده؟ الصوديوم دايريه زي ما قلتوها مش مكتوبه صح؟ لما هي افتها دايريه دي برضه في النيوني انتيرو كاينيز ديفيشنس هو ما بيتكلمش اللي هو بياخد صوديوم اهو بترضع الام واضي بتاخد كده عملناها كده والله يا اه هو بياخد كوميك وهو بريست فيد دي فيجيب لهم كاش صح انتيرو كاينيز ديفيشنس كونجينيتال لاكتيز ديفيشنس زود كمان المايكرو فيلس انكلوجن ديزيز زي ما حالا دلوقتي والدافتنج انتروباسي مشهورين جدا والدافتنج انتروباسي اخر واحد قلناها الحصه اللي فاتت كونجينيتال شورت باور كونجينيتال شورت باور هذه اسباب الضيارية في نيوني سهلة؟ مش تبقى معايا من واحد لستة ضيارية وبس سبعة للآخر ما تزورش جالك ضيارية في كله جالك نيونيتال مان أبزور من سبعة لحد الآخر سهلة كده مفهومة؟ ولا صعبة؟ معايا؟ معرفش أنت أنت دي حاجة غريبة كده تقدر تجيب شاي قهوة هبس أي حاجة يعني طيب ما علينا أي نيونيتال ضيارية ده موضوع مهم على فكرة حاضر ممكن يجي سؤال إيسي هتبقى تجميعته مش في دماغك. فاهم الكلام؟ فده هو مجمع سهل. اللي بعدين التشايلد بقى هو الدايريه مش في نيونيت ده. الدايريه ان ويل ابيرنج تشايلد يعني حالته العامه كويسه مش ميزرابل ما فيش لوس اوف ويت ما فيش فيلير تو ثرايف. ايه الاسباب؟ اوفر فيدنج برضه. اريتابل كورن او باول اللي هو موتيليتي ديس اوردر هنشرحه بعد شويه. بقى عندهم تكسب دايريه وكونستبيشن. قول يا رب. لا مش كده اصل في 10 صفحات في الاخر مش بيتشافوا تجمعات احنا ذاكرين لوحدي فالموضوع سهل ان شاء الله. انتي بيوتيك ثيرابي ياخد بنسلين ولا حاجه بارازايتس كون ميلكي الرجي فاميليا بوليبوزيس ويل ووتر اللي هو بيشرب ميه الابار فيها معادن كتير فتعمل شويه ضياريه وكربوهيدرات من ابو الخمسه دي مهمه قوي يا جماعه مهمه بيقول لك معظم دي حاجه اصلها كلينيكالي مهمه جدا وزي ما شافوا معظم العيال اللي بيجوا في ايزوليتد كربوهيدرات مال ابزوربشن بتاعها كويسه لان مفيش مشكله جامده في الكالوري ما فات موجود ولا في البروتين صح ولا لا وزنه مش وحش عضله عامله كويسه عكس اللي بيجوا فات او بروتين او جرايز مال ابزوربشن دي بقى عيل عنده فيها درايف ونص المصل ايه؟ مصل البالك ونص الساب كيوتينيوس فات شبه العيال المرازم كده وكوشنكو وصلت والله دي حاجه مهمه في الدياجنوز ان هي عيل عنده مال ابزوربشن حاجه عامه كويسه فكر في الكربوهيدرات مال حاجه عامه وحشه فكر في الفات او جنرالايز مال ايه؟ مال ابزوربشن سهل الكلام كده؟ طياريه بقى يعني ايه الابيرنج طياريه عيل بقى تعبان انا ممكن نقسمها بسهوله اكيوت وكرون صح ولا لا؟ اكيوت يعني ضياريه بقى لها اقل من اسبوعين وكرونيك هو كان مكتوب بس انا بدل ما اتكلم كتير كده هقسمه في الصوره يعني وكرونيك ضياريه بقى لها اكتر من ايه؟ من اسبوعين اكيوت ضياريه تساوي جاستروبنترايتس سواء كانت انتستاينال او اكسترا انتستاينال يعني مش في حاجه اسمها سكند جاستروبنترايتس قال عنده شيست انفكشن او تونسيلايتس او دس ميديا وحصل له بعديها من الاورجانيزم هنا جاستروبنترايتس في الداخل انفكشن صح عليك واحد واثنين دي اكيوت صح كده شد الخط بقى خلاص ده اكيوت دايريه يعني دايريه بقى اقل من اسبوعين تسوي انفكشن فهذا الانفكشن في الجي اي تي او بره الجي اي تي وعمل سكندري جاستروبنترايتس وصلت ولا ما وصلتش كرونيك دايريه ممكن نسميها برضه حاجتين اما مال ابزوربشن صح اما مش مال ابزوربشن مش كده ولا ايه؟ صح مش كل مال ابزوربشن قعدنا نحكي فيه بقى لنا 20 حصه ده كان كرونيك دايريه صح يبقى ما تحفظش بقى الاسباب المكتوبه هنا مال ابزوربشن يعني كل الجنراليز مال ابزوربشن بتاعك في البنكرياس او في الانتستين صح او في الليفر او في ال بيعمل ايه؟ كلهم دايرين
فهنحفظ مع بعض بقى الحاجات اللي هنا اللي مش ما نبذرش صح ولا لا؟ جيت في الناحيه الثانيه وصلت ولا ما وصلتش؟ واحنا مع بعض ماشيين الاسباب دي بقى اللي هقولها بس لتحفظها، باقي ما تحفظوش، باقي ايه؟ ما نبذرش. خلاص هنحفظ ايه بقى؟ هنحفظ رقم اربعه اللي هي انفلاماتوري باول ديزيز، اللي عندهم كرونز والسر مش بيجيبوا دايريه صح ولا لا؟ هي دي واحده. هنحفظ نمره تسعة، بعض الاندوكراينز اوردر ممكن يجوا بكرونيك دايريه. نحفظ نمره 10، بعض التيومرز ممكن تسكريت مواد تعمل دايريه زي الفازو اكتف انتستاينال بيبتايد تعمل كرونيك دايريه صح ولا لا؟ هنحفظ نمره 14، ده كله ما تحفظوش خالص، ده كله ما نقدرش زي ما اتفقنا. نحفظ نمره 14 اللي هي ميتابوليك ديس اوردر، 15 فاسكولار ديس اوردر، ميسيلينيا ديس اوردر، وهايبر تروفيك جاستروباثي، ولاكساتيف ابيوز. زود نمره 19 معلش يعني كرونيك نان سبيسيفيك دايريا. نمره 19. نمره 20 بوست جاسترو انترايتس سيندروم. ونمره 20 بوست جاسترو انترايتس. يبقى تاني كده يا جماعه بيت سؤال دايريا. هون دي اكيوت دايريا قبل من اسبوعين، كورونيك اكتر من اسبوعين صح ولا لا؟ سيندروم صح كده؟ اقول كل ده دي ما ملأ ما بدوش ما لا هنعمل تيست ما بدوش نعمل الفاكهين سول اناليسيس فور فات وبي اتش والنيو سبستنس صح سيرم بروتين هتلاقي الاقي يا ترى في ولا ما فيش في افكت ملأ ما فيش بقى ايه مش ملأ ابزوربشن فكر في الحاجات دي انفلاماتوري باول اندوكراين ميتابوليك ديس اوردر صح ولا لا؟ حاجه صعبه هو سهل. في الاسباب اللي احنا قلناها دي في ثلاث اسباب بس طلع بيهم كلمه كده احنا قلناهم اللي هو مش ملأ ابزوربشن مش ملأ ابزوربشن. أول واحد فيهم لاكساتيف ابيوز اللي هو مكتوب نمرة 18. فبس ده أهميته إيه؟ أهميته إيه؟ إن هذا الديس أوردر من المستحيل تشخيصه إلا بالاستجابة. صح؟ في عيال إيه؟ عندهم كونستبيشن هياخد إيه؟ لاكتيروز استيكانس صح كده؟ فإيه؟ يبطلوا يوضوا دعوة يبقى كونستيف إيه بقى يمشي بقى عليه إيه؟ على طول، فيعمل له إيه؟ دايريه، هو قد لا يكون مدرك إن هو ده اللي عمل له دايريه، صح؟ بقى أنت دي إيه؟ إيش حياتك معاه وبتعمل 100,000 تحليل فاخر ما يطلعش حاجة، صح كده؟ دي الأهمية عشان يبقى شخص بعد كده، بقى خلي بالك دي حاجة مهمة، ماشي الحال؟ الحاجة التانية اللي هي كرونيك نون سبيسيفيك دايريه وبوست جاسترو انترايتس سيندروم، دول مكتوبين نقولهم من الاول قبل ما اكمل الابروش اللي هو صفحه 75. 75 عندنا حاجه اسمها بوست جاسترو انترايتس سيندروم اللي هو مهم جدا 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 صفحه 75 مهم جدا جدا. افهم بس الفكره كان نقول بالتفصيل فكره ان عيال قالوا اتاكوا جاسترو انترايتس عاديه خالص انفكشن عادي فاوز من الدستور وضيارية وعنده فومتنج وعبدون من البيت شخص جاسو انترايس قلت لاهلي ان شاء الله يا جماعه ده بتتكلم في خمس ايام اسبوع بالكتير وهيروح الايه؟ الضيارية يقول بعد اسبوع والله ما فيش وقت ما فيش مشاكل ما هو يا جماعه الكتاب له اسبوعين هو انا عندي اسبوعين والله ده اسبوع ده كتاب بجد ما تلاقوش وخلاص اسبوعين ان شاء الله الضيارية هتروح بعد اسبوعين الضيارية ايه؟ ما راحتش سهل الكلام كده وبيبقى في الاول قصه دايريه يعني ووتر ستول يعني 10 مرات في اليوم اسمها جاسترو انترايتس بعد كده بيبقى بريزيستنتلي لوز ستول وتبقى الاذر سيمتومز راح الفومتنج راح خلاص ابن راح واضح ان الاتاك ايه؟ راحت بس لسه العيل عنده دايريه ليه يا جماعه بتبقى لاكتوز ما نبذوش تبقى الجاسترو انترايتس بوظت الانتستاينال ايبيثيليوم اللي كان موجود في اللاكتيز انزايم فحصل بعد فيها لاكتوز مالابزوربشن اسمه بوست جاسترو انترايتس وصلت ولا ما وصلتش؟ سهل الكلام؟ سهل الكلام. كويس قوي. الكلام ما خلصناش. بص يا جماعه هذا الكلام مش مفروض يحصل. يحصل ليه؟ ان الانتستين عندها قدره هائله على ريجنريشن من اكثر الاورجنز اللي في جسم الانسان عندها قدره على ريجنريشن صح هقول لك ان ممكن مثلا الجثه كلها يتغير في 12 اورز. الاسد اللي عليها الاسد اللي جاي عليها ومش عارف الانجن وبتاع دي خالص عندها قدره فايه اللي ممكن يحصل يمنع او يقلل من قدره الانتسنا ريجنريشن؟ مين الاطفال اللي عرضه يجي لهم بوست جاسترو انتر
تراين سيندروم اقرا معايا. العيال اللو بيرثوي كان ده مفهوم، لو بيرثوي كل حاجه بقى هو ريتير كل حاجه عنده ضايعه. فين الله يحصلنا ايه؟ باور فور ريجنريشن. اللو بيرثوي والبريتير لو جاله انفكشن جاستنو ترايس احتمال يجيله هذا السيندروم وارد جدا. صح ولا لا؟ كويس جدا. العيال اللي عندهم انوركسيا جامده، انوركسيا جامده ما بياكلش. احنا قلنا قبل كده ان الايلينج اند ريجنريشن فورم ده لسه فيها اكل. صح ولا لا؟ ما بياكلش خالص، سواء هو ما بياكلش او ساعتك اللي عملت له كده اللي مشيته على اي فلويد او وات ايفر وقلت له ايه ما تاكلش، هذا الموضوع بيؤخر جدا احتمال الهيلينج ويزيد من احتمال بوست جاسترو. قلنا الاير بروفيجن اوبيديك ديسنشن، هذا لو عيل بيرجع هي الجاد ريست اخر 6 ساعات يرجع عادي خالص ياكل عادي خالص، حتى لو بيرجع ما تقلقش ان ما قلل او اخر الاورال انتيك بيزود احتمال السندوم. ده انا فاكر ان هو السندوم مش لطيف ومعاني الموت من القصه دي، حاجه ايه مش كويسه. لو عندك بلاد او ميوكاس في الستول دي معناها انفيزيف اورجانيزم، صح ولا لا؟ معناها ان في تيشو دامج ايه جامد، باحتمالات الهيلينج تبقى ايه؟ تبقى اقل. لو عندهم فيتامين اي ديفيشنسي مفهوم، هم عشان الهيلينج فيتامين اي ممكن يحصل الكلام ده. ابسنت بريست فيد يعني الارتفيشال فيت هو ده اكتر بكتير، عشان ما فيش الابيديرمال جروس فاكتور اللي بيحسن جدا ويسرع الهيلينج بتاع الايه؟ بتاع الجي اي تي. لو عنده اسوشيت انفكشن يعني الموضوع شغال، او ريبيت اتاكس ما بيلحقش يعني يا دوب يفوق من واحد ولسه هيهيل يبقى ايه اتاك تاني لسه بقى تالت رابع حصل له بعديها بقى بوست جاستروانترايتس سيندروم، او واخد قبليها انتي بايوتيك او معاه اتاك. عشان كده قلنا برضو في الجاستروانترايتس ما تديش انتي بايوتيك عمال على بطال، بتموت البكتيريا فلورا وتديه ايه الهيلينج، فمش اي حد يجي اسهال ومرازعه ايه انتي بايوتيك. صح ولا لا؟ ده ممكن يؤدي الى مشاكل يعني. ما احنا قلنا في الجاستروانترايتس اول حاجه بنشوفها هو دي حيض ولا لا، بعد كده هي فيرال ولا بكتيريا، قلنا هنشوفها ازاي ساعتها. هي بكتيريا هتحج طبعا، لو مش بكتيريا مش هتحج، مش كل عيل فيفرش ده هو بكتيريا. لو لو فيفر ما ولا حاجه ماشيه على بعض مش شرط هو فيفرش. اه لو هي فيفر وتوكسيك في بصل بتقول فاول سبيلنج مش عارف ايه عادي هات في حاجه صعبه كده؟ طيب برضو انا ايه اللي خلى مع كل الحاجات دي برضو الواد لسه عندها جود كباستي كتير، يعني ايه اللي خلى برضو الهيلينج ما يبقاش؟ ايه اللي حصل؟ نتيجه حاجه من هذه الاشياء الميوزك فاكتور حصل الاتي، اما حصل شيدنج اوف ذا تيك بتاع الجلاي فاللاكتيز انزايم ما عادش موجود، فبقى في لاكتيك اسيد وهذا اللاكتيك اسيد از انجوريوس ده ايه؟ انتستد تعمل يعمل ايه؟ دامج في دامج في دامج، صح؟ ده مش متحسن انا اعمل لاكتيز ايه؟ وزدروه لفتره، صح ولا لا؟ او العيل عنده كيما ميلك الرجي معاه فعمال البروتين عمال يضرب من لوجيكال من اكشن على سيرفر تيستد، انا باخد في نص الصفحه الثانيه. سهل الكلام؟ او زي ما اتفقنا وعيل بقى نارينته وما فيش اورال انتيك فعمل امبيرمنت اوف الهيل. طبعا شائع في السن الصغير من 6 شهور لثلاث سنين، قلنا خلاص العيال هيبقى شكله ايه؟ لو عملت لايف ستادي هلاقي ما لابسوش، صح ولا لا؟ اكتر في الكربوهيدرات، يمكن ايه؟ ده برضه لما حصل الدمج الجزء الميوكوز ده حصل بعديها ما لابسوش. هاو تو بريفنت بريست فيد، يعني دي اهم حاجه في البريفنشن والايرلي اند بروبر مانجمنت للجاسترو انترايتس. انا ادي فلويد في الاول بعد كده دي ايه؟ قلنا نتيجه على طول ما تاخرش عليه مع الزنك زي ما قلنا قبل كده، ودي محسن الهيلينج ايه؟ الهيلينج باور بتاعي. هنعالج ازاي؟ هي بعد شويه صعبه. يبقى ايه دي حاجه اسمها بوست جاسترو انتراكس، حاجه صعبه سهل الكلام كده. الموضوع اللي بعديه موضوع لطيف كده اسمه كرونيك نون سبيسيفيك دايريا او توتلر دايريا. ده عوض عمره سنه وشويه كده، سنه وايه؟ سنه وشويه سنتين عنده ضيارية مستمرة، يقول لك كل يوم أربع خمس مرات في اليوم. الأفرج ده أربع خمس مرات في اليوم، مش أكتر من كده. وويت فورم ستول يعني مش ووتر ضيارية. يعني في ستول بس أكتر وجوز ستول، بس يعني ستول ضيارية أربع خمس مرات في اليوم، ودي مش طبيعي، دي ما هياش إيه؟ مش طبيعي. الستول ريحته مش أوفنسيف قوي، ريحته مش مع الواد،
الكوليسترول كويس كويسه ثرايفنج ويل وزنه مش ايه مفيش فيه مشكله ما عندوش ساينز اوف مانيوشن ولا فيتامين ايه ولا فيتامين ديفيشنسي. لو عملت سكانز مش هتلاقي فيه حاجه قوي مش هتلاقي فيه ساينز ولا ابزوربشن ولا هلاقي فيه بكتيريا ولا بارازايتس ولا ايه ولا حاجه اسمها تودر دايري. يقال لتفسير هذا الموضوع الموست اكسبتد تفسير يعني وضع العيال على سن تقريبا 4 سنين حاسس ان هو لوحده او زاويه 4 سنين قال لك هو حاجه من اثنين مرض حاجه من اثنين اما مشكله في الموتيليتي بتاع الانتستين هي زياده شويه واللي سبورت هذه الثيوري ان كثير من الاطفال لما بيكبروا بيجيلهم اريدابل ايه؟ داون سيندروم انت بتقول سهل الكلام فدي ثيوري مشكله في الموتيليتي بتاع الانتستين زايده شويه بتنزل كويس دول اكتر من ايه من الطبيعي وهو لوز وويل فورمد ومفيش كده في الايه ده تفسير. او التفسير الثاني مهم عشان ممكن اعمل حاجه في المانجمنت بقى. انت عارف العيال الصغيرين دول اللي يعرف عيال صغيرين يعني بيعشقوا الايه حاجه بيسموه بيكي ايتا حاجه الكربوهيدرات والعصاير والسويت صح ولا لا؟ فدول بياخدوا كارب كتير جدا وبالذات لو امهم مش مركزه معاهم مره ما يشتري بقى وبتاع مفروض الكلام ده كله فسيبهم بقى مع الايه؟ مع العصير ربنا يوفقهم فدول كارب كتير جدا هو القدر الامتصن على الامتص في هذا السن الصغير محدود انا همتص كميه الكربوهيدرات دي هعمل في ايه؟ ده نزلت الزياده شويه من الكربوهيدرات ايه؟ يخش كده الطفل حد العامه كويسه وسرايفنج ويل وداري على 5 مرات وفي يومين فورمة ايه؟ اسكو وصلت ولا ما وصلتش. انا جاي ساعات بيسموها اسمها الثاني جوز تريكنج سندروم. اسمها الدلع يعني اسم الدلع بتاع هذا اللي هو اسم العلمي كرونيك ان انا في سبب دياريا او تظهر دياريا. هل يسموها جوز تريكنج سندروم؟ يعني بيشربوا عصير ايه؟ سهل الكلام كده؟ دي حاجة عظيمة جدا جدا. نرجع بقى لل صفحة 71 يلا يا عم عندي ليك مفاجأة بقى ان بقية 71 قلناها قبل كده الميكانيزم الضيارية قلناها مع جاستروإنترايتس انا مش حاجة جديدة تتقال فيه كروس دارية صفحة 72 مش عايزك تحفظها خلاص هو نفس الكلام اللي فات بس تقسيمة ثانية اخر تقسيمة واحدة وخلاص مش هما تحفظ الكلام اللي فات خش بقى على صفحة 73 Evaluation of patients presented with chronic diarrhea يعني عايز بقى عنده كرونيك دايريا هعمله ايه؟ طبعا after history and examination تمام الكلام ده يعني ايه؟ وجالهم سؤال قبل كده جالهم سؤال قبل كده اسي الجي اي تي عيل عمره حوالي 2 سنين وشويه عنده ضيارية بقاله 18 يوم 18 ايه؟ عنده مثلا ان هو يعني وزنه قال شويه ومرم حاجه ومش عارف ايه قال لك هاو تو ابروتش تو ذا دايجنوزيس اوف ذيس تشايلد فاهم الكلام كده؟ ده جو باين حوالي 3 سنين ولا حاجه. لو شفت الميجر انسر عن المصوره معاك هو الجدول ده هو معمول من نيبسون يعني من المذكره ما هو في نيبسون بس حصل قبليها قبل الجدول كده جدول قده هيستوري اكزامينشن صح ولا لا؟ يعني الجدول ده بتاع الانفستيجيشن صح؟ فخلي بالك هيجي في الامتحان لازم اكتب انا الاول شويه كلام في هيستوري اكزامينشن صح ولا لا؟ يعني ايه؟ ابدا امسك الاسباب الشائعه، يعني اقول مثلا لو الواد ده جاله المرض افتر وين صح؟ ومعاه اكسترا انترستانال انفستيجيشن واقول ده 4 منهم فكر في السي صح ولا لا؟ والله لو المرض ده جاي مين بيديما في الاول وفي اذر ساينز فكر هذا بروتين لوزنج انتروبس والله لو الواد ده هي افتر انتروداكشن اوف دايتري سكروز افكر في سكروز ديفيشنسي ده وده بهيستوري صح ولا لا؟ والله لو الواد ده بالاكزامينيشن عنده سيفير ساينز اوف فات سود اوف فيتامين ديفيشنسي طب اللي فيها فات صح ولا لا؟ والله لو الواد ده عنده نيورو ديفلوبمنتال ريجريشن افكر في ابيتالايز بروتينين وهكذا وصلت ولا ما وصلتش؟ ده حته مهمه في الاول صح ولا لا؟ خلي بالك ان انا انسى هيستوري اكزامينيشن ممكن هيستوري اكزامينيشن تفويت وتفوز صح ولا لا؟ جميل والله لو الواد ده عنده جونديس وليفر افكر في ليفر ديزيز من الاول خالص صح ولا لا؟ لو الواد ده عنده ساينز اوف مرض مصري افكر في بروتين انرجي مان نيوتريشن مثلا مش كده ولا ايه؟
ابدا احكي له كل ده، بديك اهو ازاي كده ابدا اقول السن هو جاي امتى الطياريه دي صح ولا لا، لو في نيونيت هيبيض او كان في الاسباب الايه؟ بعد النيونيت صح انت جاي الطياريه والله لو على كبر يبقى فلامات ريباو ما يكون راجل طياريه مثلا مش كده ولا ايه؟ لو قصه السن مختلف خالص ولا هي بعد الوينج وهكذا، فمهم جدا اقول ايه للبني ادم هذا الكلام. بعد ما هيستوري اكزامينشن ده انفستيجيشن هم قسموها فيزز عشان ما تتعبش، قال لك اعمل الاول دول لقيت فيهم حاجه دايجنوستيك خلاص يمشي وراها، ماشي يعمل اثنين يعمل ده يعمل ايه؟ يعمل اربعه. قال لك اول حاجه من الحاجات السهله ستوري اكزامينشن مش كده ولا ايه؟ ادور فيها ايه؟ البي اتش والريديوسنج سبستنس والفيت مش كده؟ هذه اللي هي احنا بنشخص بيها ثيرابيوتكس احنا قلناها وفو بارازايت لو في انفكشن ولا حاجه حاجه كرونيك. والله اعمل ستول فور كوليستريديم ديفيسيل توكسين عشان نشخص يعني سودو ممبرنس كولايتس، واعمل سي بي سي واي اس ار وبانكريال. اه الحاجات دي ما هياش يعني هتقول لك سبب الايه المدى دلوقتي دي شكلها ايه؟ لو دايناميك وسيفير يبقى قصه يعني ايه كرونيك وسيفير انفكشن حاجه من الحاجات دي يعني، بس حاجه روتينيه وبيزك خالص. وحسب عايز يطلع امشي وراه والله طلع مدى ابزوربشن يعني العيل ده طلع فيه فات في الاستول افكر فات ما لابزورش ابدا افكر فيه، والله طلع ريديو ستاب سنس وبي اتش اتش افكر في الكربوهيدرات افكر في حته بتاعت الايه؟ الكربوهيدرات مثلا. طب والله ما طلعليش حاجه من حاجات شويه مور سوفيستيكيت اعمل سبيت كلورايد تيست سيستيك فايبروز لان حاجه مشهوره وشائعه جدا وممكن وهي نيشن بتاعت حاجات ما لابزورش. اعمل 72 اور ستول كوريكشن فور فات اللي هو تيست الكاين ده لانه صعب يتعمل، واعمل ستول الكترولايز وقلت بقى الصوديوم والكلورايد في الستول عشان الصوديوم ضياريه والكلورايد ضياريه، واعمل ستول فور فينول في سالين مغنيزيوم سلفيت اند فوسفيت. ايه دول؟ دول لاكسيتيفز هي دي بقى عشان اللاكسيتيف ابيوز عمرك ما هتشخصه الا بايه؟ هيستو. ما انا عشان كده انا قالوا هيستو خلاص تشخصته من امير هيستو خلصنا صح؟ لا ما قالوش وانا نسيت ادور عليه اقعد اتعب نفسي بقى في حاجات جايه بعد كده جامده خالص اذا جايه بعد حاجات جامده بياخد لاكتيوس صح؟ عشان كده قال لك ايه؟ ما في الاول وصلت ولا ما وصلتش الفكره؟ عشان حاجه انت عمرك ما هتشخصها وبعدين ما قالهاش كده بقى ادور على حاجه اوصل بقى ويمسك في الاخر تحت وبعدين باخد لاكتيوس. تخيل الفكره قد ايه؟ قال لك في الاول لو الهيلث ما وضحش نعمل ايه؟ هذه الحاجات في الاشتراك سهله؟ سهله. طيب والله اثنين ما طلعش الا حاجات اللي هي انفيزيف اندوسكوب وبايوبسي وسيجمويدوسكوب وباريوم حاجات بقى اللي هي الانفيزيف ما طلعتش هي حاجات الرير اللي هي هرمون بقى صادق من حاجه بيطلع ايه هرمونز تيومر بيطلع ماده غريبه تعمل ايه حاجات كلها الرير وصلت ولا ما وصلتش جميل. طيب ايه اللي في الصفحه؟ الابروتش ده مكمل للي فات الابروتش مكمل للي فات انت جالك العيان وخدت هيستوري واكزامينيشن وعملت الفيز 1 اللي هو ستوري اناليسيس مش عارف ايه صح ولا لا؟ طب انا مش احنا قلنا لو لقينا حاجه هنمشي معاها هو ده نمشي معاها بقى نمشي معاها ازاي؟ لو لقينا حاجه ايه الواد سترايفنج ويل صح لو فاكرين كان ضياريه ان ويل ابيرنج كربوهيدرات ضياريه ايه الابيرنج فات واذر ما نبدوش يعني مش بطال والستوري ما فيش فيه فات و سبستنس ميوزك بوزيتيف واسيد ضياريه انت كده كربوهيدرات صح ولا لا؟ ايه انت اول حاجه افكر فيها كربوهيدرات ما تبذرش اشوف يا ترى واضح جدا ان الضياريه لها علاقه بالكربوهيدرات انتيك ولا لا؟ لو لها علاقه بالكربوهيدرات انتيك انا افكر في كربوهيدرات ما تبذرش. ايه هم فكر معايا كده مش هتعرف تتذكر الحاجات اللي كانت كربوهيدرات ما تبذرش فكر معايا كده فكر لاكتيز صح ولا لا؟ والسكريز صح ولا لا؟ والجلوكوز جلوكوز ما لابسوش صح ولا لا؟ كل حاجه ديت كربوهيدرات بس فكر فيهم مش كده ولا ايه؟ فكر ان ده لاكتوز انتوليرانس او سكروز انتوليرانس او جلوكوز جلوكوز ما لابسوش صح ولا لا؟ ابدا بقى ندور عليهم شوف هي القصه في اللاكتوز ولا في السكروز ولا في الجلوكوز جلوكوز هنشخصهم ازاي؟ لو هي لوحدها ولا بعد اتش سي ال صح؟ لو بعد اتش سي ال تبقى سكروز لو لوحدها تبقى لاكتوز او جلوكوز جلاكتوز مش كده؟ تفرق بينهم محتاج بايوبسي محتاج ايه؟ وكان ممكن افرق بينهم قبليها بالريسبونس تو
لاكتوز فري دايت، وكان برضه الاثنين هيبقوا ريسبونس ده لاكتوز فري دايت صح ولا لا؟ ان برضه ده ابسوربشن، بس الحقيقه جلوكوز جلاكتوز ده ابسوربشن ماتش مور رير وماتش مور سيفير. انا ليه الجلوكوز جلاكتوز هاجي في نيوتن بيجي هاجي في سيفير ازيك دايريه اما الابسوربشن. ده الفايبس. في الاخر علاجهم السكروز عامل اقل دايت السكروز، اللاكتوز في الاول بقى اقل اللاكتوز ما جابش نتيجه بمنع الخلاط ممكن ادي كمان لاكتيز انزايم موجود في السوق لاكتيز انزايم تابلت بيساعد لو في حاجه كرونيك مش حاجه ايه مش حاجه ترانزيت حاجه ترانزيت كفايه ترانزيت لاكتوز ريستريكشن لكن حاجه كرونيك اللي هي كونجنيت لاكتيز ديفيشنسي محتاج بقى ادوات من عندي لاكتيز ايه لاكتيز انزايم. والله طلعت القصه كربوهيدريت بس مالهاش دعوه بالكربوهيدريت انتيك غير انتيك كرونيك النار سبيسيفيك دايري دايجنوز اكسكلوجن اللي هو العيال اللي يشرب جوز كتير طب اعمل فيه ايه؟ العيال اللي بيشرب عصير كتير قلل الجوز وقلل البيبرز. قال لك حاجه كمان لطيفه خالص يعني في السن ده يعني في السن ده مش تفصل يعني مش تفصل يعني مش هياكل وهو ايه شبعان طبعا طبعا الكبر شبعان مش اوفر بروتين فقال لك لو انت ده عندك فات كتير هيشبع صح ولا لا؟ فمن ضمن العلاج انكريز الباتري وصلت ولا ما وصلتش؟ خلاص تعالى نخش ايه؟ كربوهيدرات كتير وصلت؟ لا في هيبقى في فاهم الكلام كده؟ نعم؟ لا العيل ده هو العيل ده مشكلته كتير فعايز اخد قليل فبتديله فات كتير هو ايه؟ هو قليل طب هو لاكتوز ده الابزوربشن هل اللاكتوز انا مش هعمل فات خالص العيل ده بس هو زياده الفات هيبقى لها ايه؟ هيبقى لها هرم طلع الستول فيه فات والعيل عنده ويت لوس وحالته صعبه لو بكمل في جنرالايز مان ابزوربشن اكمل بقى الابروتش هو فيز 2 و3 وايه؟ و4 وصلت ولا ما وصلتش؟ يعني ممكن احط ده كده سهم من فيز 1 معايا ولا مش معايا؟ يعني احنا واحنا بنتكلم في كرونيك دايريا خدت هيستوري اكزامينشن عملت فيز 1 ستادز اللي هي فيها ستول ومش عارف ايه في الاخر ستول ما فيش فات وبوست بروتين سبستانس وبي اتش اسيدري صح ولا لا؟ وقعدت عامه كويس افكر في الكربوهيدرات صح وسط ولا ما وصلتش وهمشي في الابروتش ده الستول في فات الواد ضايع ده شكلها جنرايز ما ابزوربشن افكر بقى فيز 2 و3 و4 وصلت ولا ما وصلتش؟ سهله اقول تاني سهله ماشي الحال ماشي الحال لا ننسى برضه حاجه لطيفه خالص السؤال اللي هو جالهم دوت كان ليها سوبر عيل عنده ضيارية له 18 يوم كويس كده وقال لك ان الواد ده ضايع ومورم مش عارف ايه وبتاع وخلاص قال فاند دي هادريش ابروتش ذا دايجنوز صح كده؟ كان مطلوب الجدولين دول صح كده؟ بس عليه سؤال حلو وعليه درجات جامده كده اللي كتب في الاول خالص قبل ما يكتب الكلام ده ستابيلايزيشن ديزاليشن صلح الديهايدريشن فرق جدا عن ما كتبش انا هو سؤال قصده كروم دايريا وده بس اللي كتب يا سلام كان شخص فاهم صح جا لك عيل متضيع ومتضايق بس تنين اشخصه الاول ولا نظبطه الاول؟ وخلي بالك خلي بالك ده دي تكه مهمه في اي سؤال اسي في اي سؤال اسي لما يجي لك ابروش ده مش في اي حاجه اول ستابلايزيشن اوف ذا بيشن يعني عيل عنده كونفولشن كده قبل كده ابروش ذا دايجنوس هو عايز يشخصها عامل ازاي؟ لازم في الاول ستابلايزيشن اي بي سي الاول صح اقدر اشخصه قبل ما اعمل له ستابلايزيشن يبقى عليها درجه او درجتين باك كبير على هاو تو دايجنوز الابروش هو ايه بس الاول مهم جدا ان الشاب ستابلايز فلا تنسى في اي عيان يعرف في امتحان كريتيكال او حاجه ايه؟ انيشال ستابلايزيشن سهل الكلام دي اول حاجه، الحاجه الثانيه لاي حي اي عيل جاي بكرونيك بلادي دايري اي عيل جاي بكرونيك بلادي دايري عنده بلادي دايري اكثر من اسبوعين لازم يتعمل منظار سهلة كده روتين اي عيل عنده بلادي دايري اكثر من اسبوعين لابد من عمل سيجمويدوسكوب ده جزء مهم في الايه؟ في المانجمنت او في الانفستيجيشن سهل الكلام؟ سهل الكلام معلش يا لوزنج انتروفيسيف خلاص؟ لا مش شرط ان اي
حد عنده جنرالايزد مال صح ولا اه مش تبقى سيمبل كربوهيدرات صح الجنرالايزد ما ردوش ما كانش جنرالايزد ما ردوش ولا بقول لك الحل كان الجدول اللي فات ودايت اصلا كاربو بيست ولا حد وريه لي بقول لك اكني في جدول انت ما جنبتش هو بتاع نفسه انت سهل كده فصل ولا ما وصلتش انا عايز هيموفيليا وجاي لبريد دايريا بس بعيده عايز كورونيك برايد دايريا ليفر ديزيز لا عمرها ما في ليفر ديزيز يبقى كورونيك برايد دايريا خالص لا رينج على طول كورونيك برايد دايريا هو مش عنده بيتنج بالريكتم برايد يعني دايريا ومع الرئه الدم اه بيتنج بالريكتم اه قد يكون من ضمن الاسباب حاجه بيتنج ديس اوردر اه لكن برايد دايريا بين دورتر لا صعب لا يعني ما تجيش اه يعني بيجي من دايريه وفي نقط بلاط في الاسطول دي حاجه سهله يا جماعه معروفه اه مش بينزف مش بليدنج بالريكتم بيتغير البامب زي مليان دم لا بلادي دايريه يعني دايريه وفيها نقط دم ايه وخدت بلاط دي انفستيجيشن مش بعيد مش بعيد اه ما هي دعوه بالقصه دي خالص سهل الكلام كان قصد ولا ما حصلتش ماشي الحال العيل بقى اللي انت شخصته بوست جاسترو انترايتس سيندروم تعمل له ايه؟ ما قلناش في العلاج تعمل له ايه؟ سهلا هنعمل اقل ولا امنع؟ ما ده السؤال ايه؟ هو اقل صح يا جماعه دي حاجه مهمه العيال اللي جايين ببوست جاسترو انترايتس سيندروم علاجهم الصح ليس لاكتوز فري ميلك ونحن قبل كده لو لاكتوز ميلك يعني احنا كان ريجينريشن اوف ذا لاكتيز انزايم اند هيلينج اوف ذا ميوكوزا محتاجه لاكتوز انا ما عنديش لاكتوز قليلين فدي لو لاكتوز ايه ميلك ومعظمهم بيتحسنوا سلولي 3 4 اسابيع ممكن اساعد شويه اساعد شويه كمان بحاجه ثانيه لا زي كده ده اي حد عنده دايريا حاجه برضه ثانيه هو العيل ده اللي وصل لبوست جاسترو انترايتس سيندروم انا مش عارف هي القصه بس باللاكتوز ولا الصداع خالص يعني انت ممكن تستنى ايه؟ الجوزه طيب فممكن جدا لو انا شايف ان الموضوع سيفير شويه مال نارج وبتاع ادي بريستيجين اللي هو بري دايجستد فورمولا او بارشالي دايجستد فورمولا دي بقى اسهل في الايه؟ في الهضم واساعد على ان يحصل له ريجنريشن بدل ما تعمل تيست في الهضم هي ايه؟ هي تعبانه وادي لاكتوز وهو اصلا كمان اللي هو لاكتوز كمان يعني ده فدي ممكن تبقى جزء مهم في العلاج لا ننسى فيتامين سبلمنتيشن هاي بروتين دايت ايه اظبط الواد الكومبليكيشن بتاع كرونيك دايريا وتفضل بس على سبب او يكون دايريا او له اي كومبليكيشن يعني مثلا مثلا بكتيريا اوفر جروس ادي انتي بايوتيك اشوف لو عنده مشكله مال روتيشن حاجه في ايه اناتوميكال روتيشن حاجه زي كده كل ده بعد ما اشرح السبب ما يقفلوش سهل الكلام في حاجه صعبه طب الحمد لله اخيرا خلصنا المدى مسؤولش دي حاجه مراجع طب قبليها البلاك في سي اس اكستراكير عارفينها؟
طول السوق يعني ترى فين في قطاع الدنيا في البرايفت يعني بلاك اي سي اكسترا كي قلنا لو مش لاقيه او غالي بيعمل الاكيال من العادي وبيعمل من ايه الفري لاكتوز صح كده نعمل سياحه دول لاكتوز ايه فري لاكتوز فري لاكتوز بعدين لو لاكتوز ميك اه شعر لا 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 اول حاجه هو موضوع شائع العيل اللي بيجيله بطن بوجعه بصوره متكرره بطن بوجعني يا ماما فاهم كده؟ لدرجه ان هو قد يصل في بعض الاحيان 10% من بري سكول سيلز حاجه مقلقه مثلا هو بطني وجعني انت مش عارف دي حاجه يعني خطيره ولا مش خطيره ولا ايه؟ فهو موضوع شائع وموضوع بايخ ان هو بيطول يقعد يعني يقعد يروح كده على ايه؟ على اوقات طويله جدا وبيبقى متعب كمان للدكتور ان هو معظم الاحيان الدكتور مش بيلاقي حاجه في معظم الاحيان فغالبا هم ما تقتنعش بيه تروح للدكتور ايه تاني وبتاع لحد ما توصل للدكتور الخامس في الوقت ايه تتحس ان هو ده ما شاء الله عليه ايه ايده فيها شيف هو رزقه كده ان هو ايه بس كده خامس واحد مش اكتر ولا ايه ولا اقل. طيب ما فيش فرق بين ميل والفيميل حد الادوليسنس معظم بقى البنات بايه يعني معظمهم بيحصلوا امور كومبلين عند الادوليسنس، ده الادوليسنس مفهوم صح ولا ايه السيوريز؟ يعني ايه اللي يخلي الطفل يبقى عنده بين هو تعريفه بين وذاوت اورجانيك كوز يعني بين وانت ما لقيتش حاجه اورجانيك خالص ما عندكش ابندسايتس ولا هيباتايتس ولا كوليسيستايتس ولا يوتي ولا حاجه خالص يعني عيل ما عندوش حاجه بس عنده ابدومينال ايه؟ ابدومينال بين ما عندوش اي اورجانيك كوز ايزيوريزم قال لك قد تكون abnormality of the autonomic nervous system يعني السمباثيتك وبره السمباثيتك هو بيعمل انتصار كونتراكشن فدي حد قاسم حته شويه فيعمل كونتراكشنز اكتر شويه فيعمل شويه ايه مشكله في التست او لو بين ثريشولد ما دي حاجه مختلفه من شخص لاخر في واحد تاني بيقولوا عليه حمول يعني ولا يحس بواحد تاني ايه شكل ده بيقول لك اي ولا او مش قادر ومش عارف ايه فقد يكون هو ده لو بين ثريشولد او ستريس ريليتد علاقه بالستريس انكزايتي وديبريشن زعل من المدرسه زعلان مش عارف من ابوه وامه حاجه من الحاجات دي او سايكاتريك بقى ديس اوردر عنده ديبريشن انوريكسيا نيرفوزا. بص لما طفل اقل من سنتين يقول لك واو دي حاجه خطيره هو مش هينفع بقى بيتدلع او يعني او مش هينفع تبقى حاجه سايكولوجيكال او حاجه في السب كورس حاجه من الحاجات دي طفل اقل من سنتين او بيشد او بيعيط جامد او بيشد رجليه عليه يعني الوضع فيها دي حاجه اورجانيك كوز حاجه اورجانيك ايه كوز بينما اكثر من سنتين الاطفال اللي بيجي لهم ريكارد ابدومينال بين ان اورجانيك كوز في 10% فقط من العيال يعني فرق اكثر من سنتين اللي بيجي لهم ريكارد ابدومينال بين ان اورجانيك كوز في 10% فقط من هؤلاء الاطفال ويجرهم شيء سبب ايه مش لاقيين سبب خالص سهلة؟ سهلة. هذا الريكارد ابدومينال بين عبارة عن نوعين. النوع الأقل شيوعا اسمه نان ألسر ديسبيبسي، ده الأقل شيوعا. العيل بيجي ده عيل كبير شوية. بيجي يشتكي من أعراض شبه البيبتيك ألسر اللي هو حرقان في فم المعدة. يعني بيوجعني هنا يا ماما زي الكلام كده وساعات بحس إن الراجل طالع إيه على فوق شكلها بيبتيك إيه ألسر. وامه لو ايه عامله الدكتور كده خد قرص سنتين حاجه مشهوره خد قرص سنتين ايه يتحسن سهل الكلام يرتاح خالص على الايه على الاتجاه تيجي يعمل منظار ما تلاقيش ايه حاجه خالص اسمها نان السر ديسبيكس سهل الكلام كده دي اقل شيوعا دي اقل ايه شيوعا الاكثر شيوعا هو ريتابول باول سيزون ريتابول ايه باول سيزون ده ريكارنت اتاكس ادومينال بين معاه شويه كده ساعات دايريه ساعات ايه كونستيبيشن ملهاش اي وجه كده يبقى انا اربع مرات في اليوم لوز ستول دايريه اللي هي ووتر يعني لا لوز ستول غير ايه؟ هو اربع خمس ايام ما يعملش مع ايه؟ مع دايريه. ايه كده في الاطفال حاجه مشهوره جدا في الناس اللي ايه؟
الناس الكبار ريتها بتكون ركبوا الدواء في سنين. كثير من هؤلاء الاطفال وهم صغيرين ما بيعانوا كتير. ما عندهم في ذكرى في الشباب ما بيضعش طلقه غالب امه في الرضاعه وبالايه؟ بالعافيه قد تكون نفس القصه بادئه من ايه؟ من ساعه ما هو ايه؟ ما هو صغير. وساعات في مشاكل في العيله ديس فانكشنال ايه؟ فاميليز ولاقي سترونج وفاميلي هيستوري حد من قرايبه برضه كان عنده بيتا بول باول والايه؟ وهذا الموقف. طيب انا طبعا بيجي العيل ده للدكتور بتبقى وظيفه الطبيب الرئيسيه حاجتين اللي هو ايه؟ يستبعد اورجانيكوز صح ولا لا؟ وبرضه يا جماعه ما هو الدكتور طبعا ممكن بقى ما عندوش بقى يعني قوي يعني عايز ياخد العيان تحت جناحه زي ما بيقولوا ويعمل نزل انفستيجيشن هم ما سيبوش صح ولا لا؟ يعني برضه لازم يكون عنده ضمير يعني اكسكلود اورجانيك كوز برضه بس بالعقل ما وصلش العيل لبايوبسي مثلا ولا حاجه يقول لك انا عايز استعمل اي حاجه صح ولا لا؟ وفي نفس الوقت اعمل الري اشورس للاهل الموضوع ان شاء الله يعني مفيش حاجه اورجانيك بس الموضوع هيطول مثلا تستحملوه وهيروح مع الوقت سهل الكلام كده. فانا عايز اشوف من الهيستوري ومن الاكزامينيشن كده ايه الحاجات اللي ماشيه ان ده اورجانيك ولا مش اورجانيك. اول حاجه بين از انكونسيستنت يعني ايه؟ يعني الطفل اللي بيشتكي على طول من وجع في جنبه مش هقول لك هنا غالبا ده بايون انفايتس صح ولا لا؟ مره اقول لك هنا مره اقول لك هنا مره اقول لك هنا مره اقول لك هنا صح مش حته معينه. ولما تقول له شاور لي كده بصباع في حته ما بيعرفش يشاور يقول لك ايه والله هو هنا كده صح؟ لما تقول له بحب معاك او شاور حته معينه هنا طبعا غالبا حاجه ايه؟ غالبا اكثر او صح ولا لا؟ بيكون البين از انكونسيستنت يبقى دي مش اكثر مع فانكشن ابدونا كبير ومالوش ريليشن للمي ايه بعد الاكل على طول ده غالبا حاجه او كده بقى ياكل يحط بجعه بس ما بل ابزوربشن حاجه انتولرانس بيبتيك السر لكن مش دعوه بالاكل خالص يبقى غالبا دي او يعني ساعه بعد الاكل ساعه قبل الاكل مش دعوه بالاكل يبقى غالبا حاجه ايه؟ حاجه فانكشنال صح كده؟ حاجه برضو المهمه تسال الام جه سؤال مهم هل مره من المرات صحي بيدي بطنه وجعان؟ دي مشاكل مع اورجانيك يعني حاجات الفانكشنال مش هصحي من النوم بالليل. هل البين ده بينتربت بليجرابل اكتيفيتي يعني طول ما هو قاعد مثلا بيتفرج على توم وجيري توم وجيري؟ طب كويسه انا توم وجيري هو منسجم تمام في وسط الفيلم كنت وجعان غالبا دي حاجه اورجانيك صح ولا لا؟ قاعد بيلعب مع عيال تحت في الجنينه ولا بتاع وطلع بطنه وجعان كان حاجه اورجانيك صح ولا لا؟ البين اللي بيتحسن من جمعه والسبت غالبا دي حاجه ايه؟ حاجه فانكشنال صح ولا لا؟ هو ما يجيش خالص في الصيف بس يجي من ايه؟ اصحى من النوم بطني وجعان مبسوطه جدا القصه دي يا ده اروح المدرسه يا ماما بطني وجعان طب هتروح يا ابني بعد كده تنام بالليل دي حاجه مهمه برضه كل ده ماشي مع ايه؟ ان هي حاجه فانكشنال مش حاجه ايه؟ مش حاجه اورجانيك. البين ده معهوش تبدو بالثانيه وان كان كده التاكس وفوميتنج ماشي مره كذا يرجع كل 10 15 يوم مش كل يوم يعني ماشي تصدع عادي دي حاجه ماشيه مع الايه؟ مع البين دي كلها تمشي ان دي فانكشنال بس اورجانيك ابدومينال ولا ممكن طبعا عليه سايكولوجيكال بقى ديستربنس تقعد مع ولدك لوحدكم تقول لك امي يعني خنقتني خلاص بقى ايه مش مستحمل اول مدرسه اول مدرس حاجه من هذه الاشياء. لما تيجي تعمل اكزامينيشن تلاقي نون سبيسيفيك تندرنس اوفر ديستراكتبل يعني ايه؟ لما في حاجه معاك يا ابني ده مدرسه يقول لك هنا في وجع في وجع تقوم عايزك كده وتحكي معاه اي حكايه ليه بين ايه ولا وعم تدوس ولا في حاجه خلاص ديستراكتبل ايه؟ ديستراكتبل ايه؟ نو ويت لوس لو في ويت لوس ده بسبب اورجانيك كوز على طول بسبب اورجانيك كوز مفيش ويت لوس ماشي مع فانكشنال ابنه ماليش في اذر فيزيكال سيمتومز ولا ساينز عند ايه عند العيال سهل الكلام سهل. طب هتعمل ايه بقى؟ هو ده السؤال بعد ما وصلت الهيستوري والاكزامينيشن مش لاقي حاجه خالص عند العيال انت برضه قلقان هتكون في حاجه اورجانيك وما لهاش سيمتومز ولا ساينز واضحه فتعمل ايه؟ لازم نعمل يورين دستور اناليسيس عايز تعمل كالسيوم مفيش مشاكل يورين كالسيوم برضه مفيش مشاكل يقول الحاجات دي تبقى تيجي بس ابنها بينه مفيش ثاني تبقى صح صح ولا يو تي اي ولا جيارديا ولا بارازايت ولا حاجه انكلوستو مش عارف ايه تم ابنها بينه ماشي الحال والله
انت بقيت حاجه في الحاجات دي وعايز تبقى عملت كل اللي عليك، اعمل ابدومينال التراساوند. مش غلط، بيدي ابدومينال التراساوند. لا صح، احنا مره شخصنا فشيوله جابنا الجين بس ولقيناها فشيوله في البيليري تري السونار مثلا، يعني حاجات كارير كويسه بس يلا هتعمل سونار، حد بيفهم. عايز تعمل برنس هيدروجين تيست مفيش مشاكل، ساعات اللاكتوز انتوليرانس او الكربوهيدرات ما يجي قبل من البين، صح ولا لا؟ اشرب لبن بيظبطه ايه؟ توجع، صح ولا لا؟ كده اكتر من كده يا جماعه ما تعملش اكتر من كده. كل حد يقول لها عيان سيمبتوم مفيش حاجه خالص غير ادرينال بين، ساينز زي الفل، مفيش اي فيزيكال ساينز، وزنه كويس، مفيش فيتامين ديفيشنسي، مفيش ماني، مفيش حاجه خالص خالص، يورين مستول فري، بريست هالجين نيجاتيف، صدام مفيش فيه حاجه، ما تعملش حاجه اكتر من كده. لا دي حاجه مهمه قوي، سيناها مهمه خالص. اتش فايلوري طبعا، دي ده كلام جديد، ده كلام اتش فايلوري طبعا. مش حاجه من الحاجات دي يعمل اتش فايلوري طبعا، لازم يتعمل اتش فايلوري انتيجين، اي جي اي واي جي جي. دي حاجه كلام جديد لها علاقه قويه بالريكارنت ابدومينال بين اوف تشايلد وومن. انتي بودي في السيرم انتيجين في ستول. ماشي الحال كده؟ ما هو ده كلام مهم جدا. وعلى فكره يا جماعه بقت حاجه منتشره، ولما عرفنا اتش فايلوري بنعملها فده بيتعمل. لما تلاقي العيان عايز حاجه من الحاجات دي اعمل اتش فايلوري انتي في السول وانتي بودي في السيرم. ولو طلعت بوست بعالج العيان، يعني ادي انتي اتش فايلوري تريتمنت. بس هل الكلام ما قلناه قبل كده في الايه؟ بيبتك اصل دي حاجه مهمه، دي حاجه مهمه جدا جدا جدا. بقت روتينيه دلوقتي في العيان اللي عنده ان اكسبليند ابدومينال بين، اللي عنده ان اكسبليند ابدومينال اتش فايلوري. ان هي بتعمل جاسترايتس. يعني ممكن ما ليش حاجه بعينيا في الايه؟ في المنظار، مش لازم عندي في المنظار بيبتك ارسر او انفلاميشن، حاجه كده نون سبيسيفيك مش باينه خالص في الايه؟ في الميكروسكوب، حتى لو عملت ميكروسكوب يعني. كويس قوي. والله الحاجات كلها نيجاتيف ما تعملش بقى حاجه في فانكشنال ابدومينال. تروح وتيجي يعني ايه تروح وتيجي؟ طبعا ده في ستول اناليس، انا مش مشكله طبعا ممكن الجلد يعمل كده. كويس قوي. دوكا هنا ابني سنه وتسع شهور بدا يقول الحمد لله جمله من كلمتين، اول ما يقولها بقى هي ايه؟ تقف عليها؟ نوراطة. الحمد لله. والله العظيم ساعه ما قال بعد العيد مسخره، النور بيطلع ما اعرفش يعني دي حاجه بس صعب. العيد كان ما اعرفش يعني الدنيا كانت ماشيه بعد العيد. اجازه ولا ايه؟ ده حاجه بقى صعبه خالص يعني، ثلاث مرات في اليوم صبح وظهر وليل، صبح وظهر وليل روتين كده حاجه. انا كنت دور 12 يعني الموضوع صعب. لا لا دي دول سهل تروح ولا مشكله برهندل ما تروحش كنت ما اروحش وانا راجع لكن خلاص الحصه مكان حلو ما حدش حلو دلوقتي خلاص الحصه انا ما ربحتش اصلا فيها ربع ساعه يلا يلا يا شباب يعني العلاج بقى ايه؟ ايه اشورنس؟ ايه اشورنس؟ غير مع الدكتور لازم يبقى كاريزما كده بيتكلم بالسيرفوكس عشان ما يعرفش العيان الدكتور تاني بيقول لا مفيش حاجه هو اصلا الكلام لا مفيش حاجه العيان ما عملش حاجه خالص عملنا كل التحليل بس انا مش عارف تحليل تاني خالص ما حدش هيضحك عليك ما عملش تحليل تاني سهل الكلام قال ما عملوش حاجه هو الموضوع هيطول بس هيروح لوحده محتاج مني شويه صبر كده وشويه فير مع الطفل قدام المدرسه ان هو لو لقيت الصبح بطني وجعاني اه انت حبيبي قاعد في البيت يا سلام هو دي زي العسل طب خلاص كل مره توجعني لكن لو لقيت ماشي ما تقوليش ده ما عملتش حاجه هو انت كذاب هو انت بتدعي لا خالص انا عارف ان بطنك وجعاك ورحنا للدكتور وكشف عليك قال لي ما فيش حاجه خطيره وقال ان وجع بطنك ده لا يستدعي الوعد في البيت فانا هروح المدرسه ولو عايز اروح دكتور تاني سهل مفيش مشاكل بقول لك خلاص اروح الايه المدرسه فمع الوقت الموضوع هيتحسن. بعض العيال قد يستجيب من شورت كورس لاكسيتيف، بعض العيال ياخد اكتيولوز كده ولا حاجه اسبوع اسبوعين بيتحسن، بعض العيال.
بعض العيال بيستحسنوا على شورت تير لاكتوز فري دايت، يعني او لو قالوا لك دايت قال لك مثلا اقل لبن مش عارف ايه، بعضهم بيتحسنوا. لو انت شايف ان الموضوع فيه يعني دكاتره اليمنت قوي والدنيا يعني ضايعه خالص، والاب والواد مش طايق ابوه ولا امه، ممكن شورت كورس انتي ديبريسنت او سايكاتريست يتحولوا لايه؟ ممكن بعض الاطفال يحسنوا عليه. انا شايف الموضوع يعني ايه، مش بيدلع، لو شايف انها مش هيك كويس مش هيخص محتاج ايه؟ انا افضل. سهل الكلام؟ سهل. هل لسه خلاص خلاص، هل يخش المستشفى ولا لا؟ يفضل يكون انفستيجيشن، يعني بيقول لك لا افضل لا، الا لو انت عايز تعمل سبيرشن من الاهل. يعني عايز تعمل من الاهل شويه شكلها ايه؟ ممكن يبقى انديكيت. بعض العيال يكون بعض معظم العيال بيقعد لحد 20 سنه كده. دي ممكن كل حاجات ما عنديش الفيولوجي بتاع الجين، لو عايز اجرب اي حاجه ما فيش مشاكل ممكن حاجه بتاع الهيموتيلتي، هي يا موتيلتي يا مشكله في الفيتام او ممكن تتكرر. دي حاجه عظيمه جدا. انا عندما اللونج تيرم مش مشكله، ذير از نو لونج تيرم بروبلم، بس هي بس قصه ابنها، هي قصه متعبه للاهل والدكتور. الكيميز بعض ما يحصل لها الاستشفاء بتحسن، بعض الناس على 20 سنه بتحسنوا، والاثنين بقى بيكونوا لما يكبروا، لكن ما فيش حاجه سيريس ابدون ديزيز. اخر حاجه في الجي اي تي ده كل سنه وطيبين، البنكرياس. الايه؟ البنكرياس. الاكسكرايد بنكرياس، يعني مش كده على الاكسكرايد بنكرياس، بنتكلم على الدايبيتس او ضغط الاكسكرايد، بنتكلم على ديس اوردرز اوف ذا اكسكرايد بنكرياس. ممكن اناتوميكال بروبلم، في حاجه اسمها انيولار بنكرياس، بنكرياس لافف حوالين الديودينا، فده بيجي بيكشر اوف انتستاينال اوبستراكشن، بارشل انتستاينال اوبستراكشن، هو شائع في الداون سيندروم، واكيد البنكرياس ده ما هوش سليم برضه، ففي اليمنت اوف مال ابيزورج عندي، هقول لك ايه الاطفال. فعندنا اكتوبت بنكريات تيشو، ولا ابنورمال بنكريات تيشو في الاستومك او في الاسمون انتستين. في اسمها بنكرياتك اجينيسيس، فعادة هيجي في سينس بيرس مال ابزوربشن ودايبيتس، صح ولا لا؟ بنكرياتك اجينيسيس. انتي اناتوميكال ديس اوردرز اوف ذا بنكرياس. مع دي ديس اوردرز اسوشيتد ويز بنكرياتك انسفيشنس او سيندرومز ويز بنكرياتك انسفيشنس. انتوا عارفين وانت بتذاكر انت بتذاكر بقى تاني مرة، قلت تاني مرة على فكرة. تاني مرة. يفضل بقى تذاكر من الآخر الأول، مش تاني مرة، إذا ما واحدة خلاص مش هتنقع عليها، ده ربنا يوفقك، من الآخر الأول. قولي لي ليه؟ قولي لي بالخبرة كده دايما آخر 10 صفحات في كل برانش ما بتذاكروش، صح ولا لا؟ ده اللي بيحصل. طيب خلاص ويعني إيه مش مستحمل أسلم إيه؟ بيبقى بتكروته لما خلاص بقى. لو أنت عامل 3 أيام للجي أي تي. خلاص بقى 10 صفحات، انا ايه مش هكسر مش هكسر الجدول، ده صح يعني، فهسيبهم بقى وازنهم مع الهيماتولوجي، ما بينزلوش، طبعا كنا عارفين كده، فبيتسابوا، فده لسه المذاكره الثانيه والثالثه، اخر 10 ما ذاكروش ليك كام سؤال؟ صح، المفروض الثالثه قالت امتحان بقى ايه الثالثه؟ الامتحان، المفروض كده مذاكره اولى ومراجعه وليله امتحان. ده المفروض، ماشي الحال كده؟ فخلي بالك اصل جه سؤال قبل كده اي سي، سؤال اي سي سيندرومز ويز بنجرياتك انسفشن. نص صفحه يعني مش هتذاكر. سؤال اي سي قبل كده هنا بيقول لك الموضوع المهم بس اذاكرها. سندرومز طبعا هو عشان الامان يعني يقصد بيها سيستيك فايبروزز. يعني سيستيك فايبروزز طبعا ده المين بالك، بس كان اللي سؤال 10 نمر كان خمسه على سيستيك فايبروزز خمسه على الباقي. يعني الباقي ما كانش خد نص نمر واحد صح ولا لا؟ كان سيستيك فايبروزز بس خمسه من عشره على راسنا من فوق، بس ما فيش ذاكر الصفحه دي ما جابش الثلاثه الباقيين خمسه صح ولا لا؟ فخلي بالك ايه السندرومز اللي معنا بنكرياتك انسفيشنسي؟ هم اربعه، هم ايه اربعه؟ سيستيك فايبروزس، وبرضه على فكره بتاكل كويس قوي ممكن يجيبهم يلقطهم من حتت، يعني قلناهم في اماكن اخرى. في شواشمان او شفاكمان دايموند سندروم، قلناها قبل كده، قلناها في الايمونولوجي صح ولا لا؟ الايميون ديفيشنسي مش كده ولا ايه؟ يعني ممكن تجيبهم من حته ثانيه لو انت يعني مذاكر كويس. طبعا ده بنكرياتك انسفيشنسي وقلناها في الايمونولوجي كمان. ومعاه الميتروبينيا صح، ده وده في الميتروبينيا وفي الهيماتولوجيا اهو ميتروبينيا، ومعاه نيتروفيل ديسفانكشن، ومعاه كده مانيفستيشن.
بوينج اوف ذا ليجز والحاجات دي. سكيتا مانيفستيشن ده بيجي مينلي فاب مال ابزوربشن. دي حاجه على فكره مع الوقت نيتروبينيا بيرمننت او سايكليك. لو انتم فاكرين في الهيماتولوجي قلنا ده مين نيتروبينيا صح؟ بطني بروجريس تو مومالوفيليا كله صح؟ بان سايتوبينيا. فالاصل نيتروبينيا كان بعضهم مع الوقت بيجيلوا انيميا وثرومبوسايتوبينيا صح كده؟ فده شفاخمان دايموند سيندروم. اللي بعديه اسمه اخر واحد بيرسون سيندروم. قلناها في حته قبل كده برضه. قلناها في الهيماتولوجي برضه. ده بنكرياتيك انسفشنسي مع سيدروبلاستيك انيميا. صح ولا لا؟ قلناها في الهيماتولوجي. الجديد بقى اسمه جوهانسون بليتزارد سيندروم. ده بنكرياتيك انسفشنسي وديفنس ولو بيرث ويت ومايكروكيفالي وسكال افكت وسايكو موتور ريتارديشن وهايبوثايروتيزم. فاهم الكلام؟ ادي اربع سندرومات مع بكتيريات انسفشنسي. جه سؤال اي سي قبل كده. ماشي الحال؟ ماشي. يبقى انا دوبك البروبلمز خلصناها بس سندرومز والبنكريات انسفشنسي خلصناها. تالت ديس اوردر اوف ذا بنكرياس انفلاماتوري ديس اوردر. هي بنكرياتايتس اللي هي بنكرياتايتس. قد تكون اكيوت بنكرياتايتس وقد تكون كرونيك بنكرياتايتس. Acute pancreatitis is the second most common pancreatic disorder after cystic fibrosis. طبعا cystic fibrosis هو the most common disorder of the pancreas. يعني acute pancreatitis. الايديولوجي بتاعه مهم جدا. مهم جدا ليه؟ طبعا حاجه مشهوره the second most common. اصل هو clinical picture بتاع pancreatitis دي بس صح كده سيفير ابدومينال بين مع فوميتنج. جماعة حسب هم بيعملوا ايه؟ 7000 حاجة صح ولا لا؟ فلما انا الاقي حد عنده هي حاجة من الحاجات دي ومعاه هذا الابدومينال بين اشوف ده فاكر وصلت ولا ما وصلتش؟ يعني ابدومينال بين ده وسيفير وفوميتنج 500 حاجة مش كده ولا ايه؟ خلي بالك دي حاجة مهمة جدا. ممكن كمان يتفاجئ سيرجيكال ويتفتح هو مش سيرجيكال خالص. دي حاجة مهمة. قاعد اخد ادويه من الادويه دي قال خد خلاك رهيب اسيد امنوفين ال اسبار ال افرين ال اسبار بنكرياتايتس مشهور خالص كورتيكوستيرويد سالفا سايزايد ديماكين تروما براكت كاست ولا حاجه شايد ابيوز لما حاجه ممكن انفكشن اسكاريس مهم جدا هي بعد شويه انها لا اهميه في المجال ده كوكساكي بي فيروس مش تايم بار فيروس ملاريا ميزلز روبيلا ريسيندروم اوبستراكشن اسكاريس دي اهميتها. الاسكاريس بتعمل حاجه لطيفه خالص تمشي في الانتستين وتروح عند السفنكتر القدي وتقفله. سهل الكلام كده بتعمل لك ايه؟ بانكرياتايتس اوبستراكتيف جوكس صح ولا لا؟ وكمان ممكن ايه؟ ممكن تقفل وترجع تاني ممكن تعمل ريكارنت اتاكس اوف بانكرياتايتس. خلي بالك يعني الاسكاريس بتعمل عليها ايه؟ شيء من ايه؟ وبتعمل كرونيك بانكرياتايتس كده بعد شويه. بيلياري تراك مالفورميشن ستونز افتر اي ار سي بي بانكرياتيك دكت ابورماتي او تيومي. سيستميك ديزيز الفا 1 انتي تريبسين ديفيشنسي كولاجين فاسكولار ديزيز سيستيك فايبروزيس هيموكروماتوزيس هايبر ليبيديميا هايبر بارا مان نيوتريشن فاسكولايتس او افتر بون مارو ترانسفير. ايه كلمه مانيفستيشن؟ خلي بالك محدش يقول لي ابدومينال بين عشان في واحد حط بتوجعه ده ابدومينال بين صح ولا لا؟ مش مستريح ده اللي عنده بنكرياتايتس يا جماعه حتى بيمسكوه بالكتاب وهو واقف كده حاجه من الدنيا قاعد كده يعني نايم على السرير وبطنه ايه؟ على جنبه وبطنه وارميه بطنه يعني ده سيفير اجونايزنج ابدومينال بين حتى بيمسكوه كده وصف تاني يقول لك ستيدي اي بين كده ايه؟ يقل شوية يزيد شوية صح ولا لا؟ ده بقى ايه؟ لا يقل على الاطلاق ولا حتى هو سيبير وايه؟ ابتدي راديتنج تو ذا سهل الكلام كده من المنظر ده قاعد سيبير قبلهم نفين وقاعد عامل كده او على جنبه تاني رجليه وقاعد زرت طول خالص برضه كده انت كده صح؟ فوميتنج شائع جدا في الاطفال سهل الكلام كده طبعا ورده
بس حاجه مش كونسيستنت مش لازم يعني مش انت في فيه ثاني كده هتبقى تقدر من حيث الناس كده في الايه في هذه المكانه. السيفير فورم اوف اكيوت بانكرياتايتس اسمه اكيوت هيموراج بانكرياتايتس بقى البنكرياس حصل فيه هيموراج جوه وفي كمان نكروزس في البنكرياس وهذا النكروز في البنكرياس بيترسب فيه كالسيوم استروفيك يعمل هايبوكالسيميا كومبينيشن الاكيوت هيموراج بانكرياتايتس نوعها انتر ابدومينال هيموراج بتعمل ساينز مشهوره اسمها جراي تيرنر ساين وكارن ساين يعني كده بلوش ديسكاريج حامل امبرايتس وفي الفلانكس من الانترا بريتونيال هيموريج او انترا ابدومينال هيموريج دي حاجات خطيره جدا دي اميرجنسي ممكن عيان يروح فيها دي حاجه مهمه كوت هيموراج بانكرياتايتس والفكره يا جماعه ان ده بتاعه مش صح الدايجنوز ليس صعب بس بس الواحد يشك فيه يعني الواحد بس يشك ان دي حاجه اسمها بانكرياتايتس وان انا ايه انا اسمع سيرم امايليز الاقي ايه هل هي صح ولا لا موضوع متوفر وحاجه ب 30 جنيه يعني حاجه مش حاجه غاليه في سيرم لايبيز اغلى منه شويه بتقول عليه مور سبيسيفيك وهي الفكره ايه؟ ان الامايليز بيطلع منين؟ من البارودد ومن البنكرياس انا بيس امايليز ما اعرفش بتاع مين فايه فاقول لك هو سبيسيفيك قد يكون عالي بتاع البارودد طبعا الكلام ده يا جماعه مش منطقي ما ليه عالي معاه سيفير ابدومينال بين تبقى بنكرياتايتس عادي مش بعمل في نفس الوقت برضه ديس اوردر مع ريد امايليز بس يعني انت يا سيدي عايز خنقوك تعمل يعني مايليز كمان سبيسيفيك بقى ليه عادي برضه ايه خالص الفكره يا جماعه ان العيال دول مهم جدا فيهم ايه اليوم حاجه خطيره ليه؟ ان البنكرياس ده اي حاجه بتحطها بيشتغل تطلع ايه؟ انزيمز يعمل مور دامج وتغشها للبنكرياس صح ولا لا؟ يعني كان اكن واحد ايه تعبان تقول له اجري مهم جدا الام بي او هذا اشك في هذا الموضوع عن الام بي او ماشي الحال ومهم جدا بقى ان سترونج انرجيستك هل لازم ايه؟ لازم يستريح بدي انرجيستك والام بي او لو في سبب نعالجه ياخد دواء معين نوقفه بعد ما يبقى ستابلايز مش لاقي سبب ممكن اعمل اي ار سي بي اشوف لو في اوبستراكشن لو في تيومر لو في ديفكت ابنورماليتي حاجه من الحاجات دي ايه اصلحها صح مش هقول ده ايه كل ده وارد ممكن اعمل لو اي ار سي بي هتبقى حاجه انفيزيف وعندي عمليه ممكن اعمل ام ار سي بي هي ماجنتيك ريزونانس كولانجو ماكينوتوجراف نعمل حاجه مش انفيزيف وسهله وفيري كونكلوسيف يعني طبعا انا شامل اي ار سي بي في السنسيتيفيتي تطلع لي ايه احسن فيزابيلتي هل تعبان وعنده ايه وعنده مشكله سهل الكلام عنده وارد جدا عليه عندهم هايبوكالسيميا زي ما اتفقنا صح وارد جدا على شويه انا هاي الكالسيوم موجوده الاقي الجاما جي تي عالي على سن بلير تراك والباني دكت مع بعض في نفس الايه نفس الفتحه كل ده وارد الاقي مع العيانين دول. يعني احنا اتفقنا هو مبريدين واي فلو طبعا وام بي او السيرجيكال درينج لو انا شاكك في اكيوت هيموراجيك ماكيريتايتس لما اشيل الجلوكوز تيشو ونضف الدنيا يبقى في تمرين الامبروفمنت. عندنا حاجه اسمها كرونيك ماكيريتايتس كرونيك بنكرياتايتس هادو بيجي لهم ريكارنت اتاكس في اللي فات ريكارنت اتاكس دي قبل من البين وهوم ده كام يوم وايه وتروح كام يوم واثناء الاتاك بيسمع ما يريدوا سيرو ولا بيزيو ايه بيزيو عالي ايه الحاجه اللي ممكن تعمل كرونيك بنكرياتايتس ممكن تبقى هيريديتري عرف احد الاغذى عندنا في اسم اطفال عنده كرونيك بنكرياتايتس وده يجي ده قبل من البين وايه بتاع وكده هيريديتري كونجيتا انومالي اوف ذا بنكرياتيك او بيري دكت اسكاريز من السد وتمشي سد وتمشي هايبر ليبيديميا الليبيد الليبيد بس في الكراس يبوظه هايبر باراثايروديزم سيستيك فايبروز او ميديو بس يعني بالمنظر ده ريكارنت اتاكس بتاع سيفير ابدومينال بين وفومتنج كام يوم وتروح اعمل امايز الاقي عادي فدي كرونيك بنكرياتيك او اربع سبب اعمل ايه؟ كالسيوم فوسفور عشان هايبر بار سيرم ليبيد مش كده هتلاقي خلاص هقول لهم اعمل اي ار سي بي لو في اعمل غيرتي في الضغط اعمل ستون عشان ايه؟ عشان الاسكيرس صح ولا لا؟ اعمل سويت كلورايد تيست سيستيك فايبروس الاقي سببه ايه؟ دي حاجه صعبه جدا. بس انا طيبين حاجه بنكرياتيك تيومرز بنكرياتيك تيومرز عندنا اما ايلت سيل تيومر حاجه تطلع من الايلت سيل تطلع انسولين كتير اسمها انسولينوما ساعات بيسموها ميزيديو بلاستوس اللي هي ايل ستيل هايبر بليزيا مش انسولينوما دي يعني تيومر طلعت حته فاذا كل المكنياس هايبر بلاستيك فهي عندها الكلينيكال بيشن بتاعته ايه؟ ريكارنت اتاك اوف سيفير هايبر بليزيا
صح ولا لا؟ ده موضوع كبير هاخده في الاندوكراين، هايبوجلايسيميا واسبابها هي مش خاصه بالسيل. او تبقى نون بيتا سيل تيومر جاسترينوما. يوم طلع جاسترين تعمل ايه؟ زولينجر اليسون سيندروم، صح كده؟ في فايبوما طلع في اي بي يعمل سيفير ووتري دايريا او اذر بقى تيومرز. كلهم طيبين. خلصنا الجي اي بي. كم صفحه اللي بعد كده؟ تجميعات مهمه جدا نذاكر بعد ما نذاكر الجي اي بي. كويس سهل الكلام. خلي بقى الامتحان هيبقى كده قدامكم امتحان. امتحان كان اصعب من اللي فات شويه. فاهم الكلام؟ قدامكم 10 دقائق. وانا هلم الورق. اسمه 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 اسمه
خلص يقول ولا غيره. رايح لمالك.